سيداتي ونسي سادتي، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعداء باستقبالكم في هذا العدد الجديد من برنامج الجمعية. عدة مواضيع باش نتناولوها الليلة بإذن الله. زيارة خاصة جدا لبيت المرحوم وفقيد سباحة تونسية علي الغربي، زيارة اكتشفنا فيها لوتر فيزاج متاع الرياضة، الكوتي سوسيال الرياضة كيفاش فيها برشا جحود كذلك. باش نتحدثوا على المنتخب، ومراسلنا الخاص معنا موجود هنا، المباراة الودية في إسبانيا ضد منتخب كولومبيا. باش تحدثوا على الماركتينغ نتاع برشلونة، على النوكامب، باش تحدثوا كذلك على الفضيحة نتاع المحب. ما نشوفوا الكونتراست من الناس وين تطمح والطموح الكبير، نحن نمشي ونتحدثوا اليوم على محب يوقف الطيارة نتاع المنتخب. تحدثوا كذلك على عدة مواضيع أهمها التايكوندو والكيوشينكاي. لكن في البداية نحب نرحب عبد الكريم، مرحبا بك. مرحبا بك عدنان، مرحبا بجميع يعني بكل مشاهدي قناة الجمعية. صاحبك زياد، اي زياد وجه تبارك الله، عديت له الكورة ديريكت. زياد مرحبا بك. مرحبا بكم الكل، بارك الله فيكم على الاستضافة، إن شاء الله تتعدى حصة يستنفع بها الشاهد. ولو حبينا نحكيو في حاجات كونستركتيف تلقانا نحبوا نرجعوا للشيء اللي جبت فينا التالي، باش نتحدثوا على مواضيع ما زلنا نتحدثوا على محب وعلى انديسيبلين وعلى المواضيع اللي تحدثنا عليها عامين التالي، ما زلنا نتحدثوا فيها اليوم. مجيد مرحبا بك. استاذ خير عدنان، مرحبا بكم. زياد اشرفنا في البلاتو، مرحبا بكل مشاهدي قناة الزيتونة. شو دخلوا معناها برشا كثر عليك قنوات. مهدي مرحبا بك، تقوليش قناة اسبانيورية أنت معناها. لا مرحبا ساعة بمشاهدي قناة الزيتونة، مرحبا بخونا زياد بحذانا. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على زيارة خاصة جدا برشلونة. إن شاء الله إن شاء الله نبداو مباشرة، خلينا نحلموا. برشلونة هي خسرت ضد فالادويد هدف مقابل صفر. اليوم برشلونة نشوفوا الكامب نو، نشوفوا الماركتينغ، ونشوفوا المراول بقداش تتباع، ونشوفوا كل هذا التحقيق، ثم نرجع للحديث هنا في البلاتو.
تحقيق حصري وخاص بقناة الزيتونة. حلمنا برشا معناها شخصيا، معناها اللي مغروم كرة قدم ومغروم بنادي برشلونة يرى شيء عجيب. مجيد شوف هو قبل ما معناها كما قلت انت حلم باش يشوف ملعب هذايا ديمونسون اللي عنده كبيرة عالمية، لكن نحكيه اليوم على فريق تاريخي وفريق عالمي. لكن هما قبل ما يلعبوا كرة قدم حطوا الأرضية ملعب، معناها تبارك الله على الأقل كما قال توا زياد في 500 كاميرا، معناتها حتى لي شيز كلهم نيميروتي. الصحافة اللي تشكيو منها أنتوما في تونس ومتقاوش ومش تقعدوا الصحفيين غاديك معناها تصب الشتاء الشمس معناها قاعدين مرتاحين معناتها محميين، معناها التنظيم على مستوى عالمي. هذا للأسف مازلنا ما وصلنالوش. وكرة القدم فهموها ممكن خير منا برشا، لأن باش تحضر باش تلعب لعبة كرة القدم لازمك تحضر الأرضية، والأرضية اللي نشوفوا فيه هنا معناها حتى الملعب يعطيك تاريخ الجمعية. شوف الميداي ميزي ميزي، تشوف لي ريستورون موجودين، قاعة سينماوات، قهاوي، ناس تجي معناتها بالنسبة اليوم باش يمشي يتفرج في الكرة القدم، مش كل شيء يمشي يلعب في 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 تياتر في سبيكتاكل، ماشي لسبيكتاكل مع عائلة تمشي مع بعضها أولاد، معناتها الناس مرتاحين مستجمين ويخرجوا فرحانين وما تصيرش حتى المشاكل مهما كانت النتائج. معناها دروس هذوما معناتها اليوم يعطيكم الصحة الريبورتاج عملتوه. معناها أنا واحد من الناس يشوف قاعد في برافو عليك، خاطر واحد لحم وقشعر وقت يقارن باللي عندنا احنا في تونس. معناها يلزمنا ما نبكيو برشا على وضعنا في معناتها بصفة عامة الرياضة في تونس. زياد من حقنا باش نحلموا نهار يولي عندنا هكا ميزي وتولي الدخلة ب 23 يورو وتولي في النهار معناها اون جينير معناها عشرات الالاف نتاع الملايين بالروسيت هكا. الحلم مشروع من حقنا، ولكن نقعد ديما توت بروبورسيون غاردي. معناتها برشلونة في اسبانيا من اعرق الفرق في العالم، ولكن نحن كتوانسة أنا كما قال مجيد طوى نشاطر الرأي، على الأقل على الأقل على الأقل نبدأ طوى نحذروا ونأهلوا رواحنا باش يمكن ننصلوش كما برشلونة وش صاير في البلدان العريقة الأوروبية، ولكن نأهلوا رواحنا باش نمشيوا للموديل هذا. بتات الموديل هذا نجموا نوصلوا له دون 20 طن، أما لازمنا اليوم راهو نبدأ نخدموا. نحن الشيء اللي يوجع القلب وأنه نحن ما حطيناش برامج باش نبداو نحفروا ونحضروا باش نوزلوا للموديل هذا بتاتر دون 15 دون 20 دون 30 دون. ما بديناش، مازلنا ما شرعناش، ولكن مازلت ما شرعتش راكم ديما مش توصل. الامكانيات اللي موجوده غادي والامكانيات اللي موجوده عندنا هنا ما فيها حتى مقارنه، ما نجموش نقارنوا الامكانيات، ولكن الفكر والعقل والبرامج نجموا نحطوه. مش لازم يكون عندنا ملعب فيه 120 الف بشر، نجموا نعملوا ملاعب نتاع 40,000 نتاع 30,000. قبيليك كنت نحكي انا على الكاميراوات، غاديك كل شخص عنده سياج عنده معناتها رقم نتاع كرسي نتاعو، تصير مشكله ولا شغب ولا نيمبورت كوا، كاميرات فوكاليزي على الرونجي هذاك، الشخص هذاك في ثواني تطلع ليدونتيتي نتاعو، في ثواني تطلع ليدونتيتي نتاعو تعرفوا اذا كان شافت الرونجي قداش والسياج قداش يطلعوا. تعرف سي عدنان اليوم ما تجمش تقتني ابونمون تاع برشلونة لمده 4 سنوات جوسكا 2017 2018، ما عادش فما دي ابونمون بور 4 ans. معناتها لازم تشد الصف اليوم، تحط انت وتقعد تستنى 4 ans باش تاخذ بلاصه مكان في 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 برشلونة. معناتها تعرف شنو حب الانتماء وشنو الرياضه بالنسبه لهم. انا مشيت لعديد ملاعب في كاس اوروبا، العقليه ماهيش نفسها، مش نفسها العقليه ماهيش نفسها. ويا ليت انا تونسي ورياضي، يا ليت وانه التوانسه ناخذ الدروس، ونحن الشباب نتاعنا هذا اللي يمشي للملاعب راهو يسمع الكلام. نحن لازمنا نوعيوه، نحن لازمنا نوريوه وين يمشي، نحن لازمنا نعطيوه المثل باش نرتقيو بالرياضه نتاعنا ونرتقيو باش نهار نحلموا تولي تونس في الموديل هذا. عبد الكريم مشيت الكامب نو، مشيت عام 89، وكما نعرفوا العباد هذوما يقدموا بالخطوات 89 لتوا يمكن مش 30 سنه، خذوا علينا 200 سنه ولا 250 يعني. بالي كي باش نحكي على وقتها كان نحكي على ماسينيسا يعني تتسمى مده نسبيا طويله شوي. كما يحكي زياد يعني حكايه عقليه، احنا اليوم نحكيوا نحبوا نقارنوا يعني مسيرتنا الرياضيه ونقولوا احنا والبنى التحتيه نتاعنا خزرنا لبعيد ياسر، مشينا
برشلونة بعد لا من ناحية مش من حقنا نحلموا عبد الكريم، من حقنا ما نقعد نهار كامل في المشاكل، نهار كامل ما عندناش برنامج، نهار كامل بلاش طموح، نهار كامل بلاش أهداف. نحلموا نجموا نحلموا إذا تتوفر فرصة للناس، شباب جديد وأسلوب جديد في التسيير يعني وطرق جديدة في التسيير، واللي ما خذاش حظه ياخو حظه، مش كيما توا احنا في فما ناس متمسكين وبعد حسب اللي يدور في الكواليس باش يمشي، حتى كان خرج هذا سي الجيري ناوي يرجع سي علي الحفصي، يعني وين قعدنا قاعدين يتريتحوا والكره فين هي في الواحد هذا، يعني لازم تعطاه فرصه الناس اخرين عدنان وباش ما نجموش نبدلوا الكره بنفس العباد. هوني نفتح قوس عدنان، تشوف الرئيس نتاع برشلونة وقت اللي صارت إشكالية صغيرة في مقدار العقد اللي خذوا به نيمار، وقت اللي كبرت واحد ومحب هو اللي قام يعني قدم شكاية بالرئيس هذا، والحاجة عمله هو قدم استقالته. يا ريت احنا هالعباد اللي عنا يعني تيح الارواح وكراكوز وحالة حليلة والناس باقي قاعدة. اخويا كيفاش تحب احلم انت، انا تفضل مجيد. كريم وجاء وقت باش نعملوا سياسه، متى السياسه تعمل الانفستي في الرياضه؟ لحد الان السياسه ما عطاتش معناتها صوره واضحه اش تحب تعمل في الرياضه. عليك علاش معناها كوش علينا قاعد اومان ان بوليتيك باتافت، معناها اليوم الناس معناتها اللي سبقونا تو متقدمين علينا لان السياسه منفصله عن الرياضه، لكن ناس عملت برامج وتحب توصل بالرياضه الى مستوى عالي. احنا اليوم محتاجين شيء هذا، يلزم الحكومه نتاعنا تبدل تفكيرها وسياستها، والانفستي في الرياضه بنبداو كما قال ما نجموش ناخذوا الموديل نتاع لي زيكيب هذوما كبار، نبداو بالامكانيات اللي عندنا ونحسنوا البنيه التحتيه ونبداو نخدموا على يعني نعمل برامج ونجموا كما قال دون 15 20 سنه نخلطوا به زياد. تعرف سي مجيد هذا الكلام اللي تقول فيه صحيح، تعرف وقتاش يكون رياليزابل؟ لازم يجيو اشخاص على مستوى التسيير اللي هما في اعلى هرم التسيير في الرياض، خاطر اليوم الرياضيين هما لازمهم يقنعوا السياسيين، السياسي يعمل في السياسة. نهار السياسي يقتنع وأنه باش يعطي أهمية وأولوية كبيرة للرياضة، ونهار اللي الرياضة متاعه باش تكون تتحسن مستواها وباش تأطر له الشباب وباش تربي الشباب وباش تهزهم لثنية صحيحة، تو يقتنع وقتها يحط الإمكانيات. لازم الأشخاص هي اللي تقنع. أنا هو شكون الوزير اللي جاء وعلى مستوى الاسامبلي ناسيونال كونستيتيون تمشى دافع على 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 قانون تغيير التشريعات الرياضيه معناتها القوانين نتاع الجمعيات. انا هو اللي جاء الوزير ومشى حب يجيب قوانين جديده باش الرياضه نتاعنا الدمار ويقنع. اليوم الرياضه نتاعنا تعرفش وزاره الشباب والرياضه سامحني قداش البيجي نتاعها من البيجي نتاع الدوله كامل؟ عندك فكره؟ عندي فكره على البيجي نتاع وزاره الرياضه 450 مليار. عندك فكره؟ بورسنتاج اون بورسنتاج على 28 الف مليار نتاع الدوله، تو تشوف تقرا حساباتك تلقاها حاجه قليله جدا. 5% حاجه قليله جدا. وانه قطاع الرياضه لازمهم السياسيين يفهموا انه قطاع الرياضه راه قطاع هام وهام جدا. الرياضة تأثر لك، الرياضة تبعد لك الصغار عن المشاكل وعن الدروغ معناتها تدور الاقتصاد الكل الرياضة يعطيك الصح. دونك نهار اللي يفهموا الشيء هذا وقتها تتولي عنا معناتها رياضة في أعلى مستوى والسياسيين يدعموها وتولي تونس ان بي فريمون دو سبور. اليوم لا مش موجود الشيء هذا. باهي مهدي، شنو معناها باختصار الحاجات اللي باش تقعد ما تنساهمش من الكامب نو؟ الكامب نو الحاجه متحف، بل باش يكون ملعب كره قدم هو متحف. كي تدخل الكامب نو تلقى القهوه، تلقى الستور، تدخل البوتيك من غير ما تشعر لازمك تشري حاجه من بوتيك كامب نو. قداش لقيت من عبد غادي تقريبا؟ الاف الاف يوميا، ثم مليارات يوميا تدخل الكامب نو. انت مشيت عملت زياره؟ مشيت عملت فانت اورو هذايا باش تدخل الملعب باش ندخل ونزيد نزيدك حاجه اخرى من غير ما تشعل. علاش نشتو انا؟ كي تدخل كامب نو من غير ما تشعل تلقى تشامبيونز ليغ باش تصور بها 15 اورو، يمد لك تشامبيونز ليغ، يمد لك تشامبيونز ليغ، يعطيك حاجات من غير ما تشعل. تشوف انت البوتيك مايول برشلونه
في الوقت الغادي كيطبع لك نوم وتحب تكتب حاجة بالوقت كل شيء بالوقت حتى يخيط لك الماركتينج اي ماركتينج بصراحة نحن اي فازيد حتى 20 سنة من نجموش وهذه كما حكيتوا برشلونة عندها سوسيوس عندها 120 ألف أبوني في برشلونة ماني قلت لك اليوم برشلونة قاعدة تحضر في الستاد نتاعها جديد قال لك استاد هذا صغير 150 ألف قال لك استاد هذا صغير اللي قاعد فوقي ما عادش يهز قال لك استاد هذا استاد ما عادش يهز وثم حاجة أخرى أنتم قلتوا على التأطير في برشلونة في إسبانيا القانون اللي يعمل شغب في استاد ولا ينقز للتيران ولا يعمل حاجة ياخذ ختية ب 3000 يورو 6 ملايين توانسة عبيد يوقع إلى كان صارت ريزيتيف يوقع منعه كومبليتمون نحن المشكلة متاعنا في تونس فما برشا عباد اخترقت القانون وما تحاسبتش وما تعملتش دونك هذا شيء يشجع باش واحد يعاود ويعمل هذا علاش زياد كي نحكيو على الديسيبلين نمشيو من عالم العالم نمشيو من عالم الأحلام من عالم ميسي من عالم المتاحف من عالم المليارات اللي تدخل للجمعية كل يوم العالم فيه الطابونة في الطيارة فيه زيت زيتونة وفيه أشياء مخجلة ومقرفة وما تشرفش الرياضة التونسية نشاهدوا هذا التحقيق الطابونة في برشلونة في الطابونة في برشلونة في الطابونة في برشلونة في الطابونة في برشلونة هي بدون تعليق معناها الوضعية هذه تقريبا تواصلت ساعتين صغيرات بيبي معناها في الطيارة ساعتين ناس لاعبين كانوا مرتبطين باش يدربوا مع الأندية نتاعهم بدون تعليق ونقول لي شيء ما صار حتى لتو عبد الكريم نقول لك عدنان ثم كلمة أكثر من الفضيحة معناها شيء يعمل عار يعني هذوما مش في المناسبة هذه كو يعني في المناسبات الكل حتى مع الفرق نتاعنا عندهم جماعتهم اللي يتنقلوا معهم يعود يتنقل معهم لاعب قديم ولا حاجة ولا مسؤول قديم يهزوا هذوما هالأشكال هذوما هما هذايا مهزوش الجامعة بالنسبة للجامعة السيد هذايا علاش ما حدش سبت هو فيل والاخرى اللي سبت كونسيول للعبيد عاديين مسيف السبته ما تدخلش هذه نقطه عدنان حبيت نقول لك عدنان هذوما النوعيه هذه حتى في الجمعيات متواجده عرفت واحدك اللي ربي صيد يبدا يكبر فيه يكبر بدا ينقز على المسؤول ياكله وكما قال عدنان اهانه لتونس مرشيد فما منتخب عدنان وقت الترجي مشات ثم تونس ومنتخب على مستوى عالي الجمعيه ممكن عاد بقيم تجاوزوها لا مش مقبول لا في الجمعيه ولا في الفريق الظاهره الى ما تمشي وش قال هذوما فما واحد وقت مشات الترجي اليابان فما شكون شخص غلط في ثنية هبط في بعيدة بلاصة بعيدة يمكن 150 كيلومتر خذ تاكسي من مين يسكن هو وهبط فين تسكن الترجي في وسط التاكسي ساق على ساق لا أبعثوا لي المسؤولين يخلصوا لي التاكسي يعني السيد هذا يعني علاش يدلل عبيد كما هكا هالممارسات هذه إذا ما توفى اللي يحب البلاد ولا يحب جمعية تولي فيها فلوس تولي فيها حوافز تولي فيها مصالح ما عادش يعني ما قسم على الله يعني هذايا سي اليماج دو نوتر فوتبول يعني هذه الكره نتاعنا هذا هذاك هو هذا اللي زياده المارجيناليزاسيون هذه نتاع الرياضه بصفه عامه ما نمنش نحكيه على حادثه عابره كما قال لك موجوده في الانديه موجوده في بعض الرياضات الاخرى من الطف الله اللي معنا الوخيان من التايكوندو ما يتفاجعوش وما رياضتهم نظيفه برشا رياضات بعاد على الشيء هذا لكن شنو الظاهرة هذه
والله ايش نقول لك توا في البلدان المتقدمه واللي فيها رياضات محترفه وكره محترفه ويحترموا رواحهم، هل البروكسيميتي ولا البروميسكويتي هذه مع مع المحب مش موجوده؟ يعني اذا كان نحبوا نحن في رواحنا في كره محترفه لازم الاتليت اللي هو لوكورونس لو جوور بروفيسيونيل ولا لي جوور بروفيسيونيل يكونوا بعاد عن المحبين. معناتها اليوم هذا سي ان فور ريغولي، حتى واحد ما يجم يبنى المحب هذا باش ياخذ ان فور ريغولي، مش يقتنى التذكره نتاعو عن طريق خطوط الجويه التونسيه، شمش تمنعه انت؟ كيفاش تجم تمنعه؟ كان الجامعه خذات مثلا الطائره هذه اقتنيتها على حسابها، ولا طائره خاصه؟ طائره خاصه تقتنيها على حسابها الطائره هذه، تقول لي الامكانيات يمكن ما تسمحش، صحيح يمكن، ولكن انا اش كنت نخمم؟ كنت ناخذ الطائره هذه نقتنيها انا ونعمل اماكن مخصصه للمحبين. أما أنا نختارهم المحبين، أنا نعرف سي عبد الكريم مشوش وريسيديفيست ما نطلعوش. هو مشوش عبد الكريم؟ لا لا ما ما لا. نعرف سي زياد، سي مهدي ماهوش مشوش ويطلع، ياخذ تذكرته ويطلع، خاطر فريق وطني مسؤوليتي أنا، فريق وطني مسؤوليتنا أنا، ما نجموش نخليو لاعبين نتاع فريق وطني يختلطوا بأشخاص محبين، مع كل احتراماتنا المحبين رانا المحبين حاشدنا بهم والمحبين يصلحوا. أنا مش محبين هكا زياد. لا برشا برشا خلط برشا خلط. برشا خلط. إلا كان نحبوا الكرة محترفة، راهو في الكرة المحترفة كل واحد يقوم بدوره. لاعب يلعب، مسير يسير، والمحب يحب ويشجع. أنا البارح على فكرة أنا كيفكم علاش كان شفت تونس والمغرب نتاع سنة 88 جو أولمبيك. معناها شفت جمهور ساعة يقول بالروح بالدم نفديك يا تونس اللي فقدناه. شفت توفيق العبيدي فرحة كبيرة، معناها مباراة كبيرة، شفت لونجاجمون ماش كان تفرجته، معناها قلت أنا في عالم آخر في نتفرج في كورة أخرى، هاك لونجاجمون نتاع المهذبي ونتاع المحجوبي ونتاع فوزي رويسي ونتاع الإمام ونتاع بوسنينة ونتاع وطارق ومعلول وشوشان جول، معناها رجعوني معناها لدنيا أخرى والعالم آخر. معناها ما نعرفش كان معنا سي نبيل دبوسي على الخط. سي نبيل حاضر معنا الخط ولا؟ مرحبا بكم سي نبيل. مرحبا بجميع ضيوفكم وجميع المشاهدين. الحق الصوت بعيد شويه وما تمكنتش باش نحضر على الحوار اللي كان جاري في البلاتو نتاعكم. كل حال مرحبا بك سي نبيل، كنا نحبوك بحذانا وانت ديما عندك معزه خاصه من عندنا. عبد الكريم زاد يحبك برشا. يعيشك بارك الله فيك. يعيشك يعيشك. سي نبيل، حبيت ولو حبينا ناخذوك في مواضيع اخرى تكون اكثر كونستركتيف في الرياضه التونسيه وكره قدم التونسيه، هل المصيبه نتاع المحب هذايا اللي عطى تصويره خايبه على الرياضه التونسيه وعلى تونس ككل واللي مس من السمعه نتاعنا كتونسيين؟ صحيح. هو نشكر الساعه قناه الزيتون اللي اتاحت لي الفرصه هذه باش نتكلم، باعتبار كونه ما حس في نفسي باعتباري عضو مكتب جامعي ونتكلم باسم الجامعة، وكونوا عديد الأخبار اللي قاعد تداولها سواء في الصحافة المكتوبة ولا الصحافة المسموعة الإذاعية في خصوص المحب هذايا وكيفية نقله إلى إسبانيا وإلى برشلونة تحديدا، والأقاويل اللي خرجت في كونه ربما الجامعة هي من ساهمت في تنقله. فقط نشكركم على أساس خطيتكم أنتم حبيتوا تاخذوا المعلومة من المصدر. الشخص هذا فوجئنا به يوم مغادرتنا على الساعة 8 صباحا متواجد في صف التسجيل. بطبيعة الحال كان مفاجأة على أساس ما عندنا حتى دخل في تنقله. هذا السؤال المطروح الأول، كون الشخص هذا كيفاش ينجم يتنقله من أين مصادر تمويله؟ ما نعرف شنو ظروفه المادية، هذا من ناحية. وناحية ثانية ربما الأقاويل اللي خرجت من كوننا احنا كنا مساندين في السفر هذا يتعارض ومنطق الأمور. علاش؟ لأن السيد هذا متعرف عليه والناس كل تعرف كونه صرح بتصريحات في الجرائد، وكان هو ربما من الأسباب العميقة والكبيرة اللي أدت إلى التصدع على العلاقة ما بيناتنا وما بين السيد طارق دياب بوصفه وزير سابق. على كل شخص هذا مع احترامنا جميع محبي او جمهور المنتخب الوطني اللي نعزوهم برشا، وبطبيعه الحال المنتخب الوطني يكون موجود كان بجمهوره، ولكن هذا بالنسبه لنا نحن لا يمثل جمهور المنتخب الوطني. وكان متواجد معنا في هذه الرحله بذات ايضا احد محبي المنتخب الوطني واللي كان مثال للاستقامه والاحترام من نفسه للاعبين. الشخص هذا ديجا صار لنا معاه اشكال حتى في فتره التربص في اسبانيا، باعتبار كونه صبيحه اليوم الثاني وانا شخصيا كنت هابط على الصباح من الساعه الثامنه وجدته في بهو النزل، لم ادري من اين تحصل على عنوان النزل، وكانت عندي معه كمشاده شويه وتشنج
في سبب تواجده بذلك المكان. وبقى يوم كامل وخارج النزل في ذلك البرد القارس، وما فهمتش حتى شنو الغايه نتاعو من تواجده خارج النزل تيل ذلك اليوم. يوم الواقعه الشخص هذا لم يمتثل الى اوامر مضيف الطيران. وقع التنبيه عليه يبدو انه مرتين، ولكن للاسف ما وقعش امامنا من طرف طاقم الطائره الا حينما قرر الرجوع الى مكان انطلاق الطائره والاستعانه بالسلطات الاسبانيه. وبالتالي اذا كان الاجراءات او البروسيدور اللي تي ديكلونشي من طرف طاقم الطائره فانه ما عادش نجمو نعملوا حتى شيء، باش نجمو على الاقل الملف نلموه ونطيروا في وقتنا ونشوفوا مع حل هنا على الاراضي التونسيه. للاسف هذا ما صار، باعتبار كانوا كان يتسمى هو بلغتهم ان باساجي ان ديسيبليني، فتم الاستعانه بالسلطات الاسبانيه اللي نزلتهم الطائره. وزاد للاسف اكثر، واظن السيد هذا يعرف ما يعمل او ما يفعل، باعتبار كونه اوهم السلطات الاسبانيه كونه جواز السفر هذا تسرق له في الطائره. وبالتالي هناك زاد اجراءات وقع اتباعها من طرف السلطات الاسبانيه في تفتيش الطائره في خصوص هذا جواز السفر الذي زعم انه قد فقد منه او سرق منه. هذا ما صار بالضبط. بالنسبه لما قيل كونه لاعبي المنتخب نزلوا وتفتشوا، هذا مش صحيح، ما عدا باستثناء حمدي الكسراوي واللي في غفله منه الحق نزل، خاطر كان متواجد بجانب المكان اللي هو قاعد فيه. ولكن بالنسبه لباقي اللاعبين ما نزل حتى حد من الطائره. هذا ما صار حقيقة. باش تاخذوا قرار معناها باش تقدموا بشكوى ضد السيد هذايا، باش تقوموا بقرار معناها اجراء قانوني باش ما عادش تعاود الانديسيبلين، باش نوليو نهزوا معنا مثلا ما نعرفش انا ناس تكون دي جارد كور ولا يكونوا قدام المقر الإقامة نتاع المنتخب، فماش حاجات باش تبرمجوهم. والله ربما هذه من المقترحات، ولكن احنا راهو ما عندنا حتى أي إشكال مع الجمهور التونسي. نحب نأكد لك ما عندنا إشكال كان مع الشخص هذا، أنا ما فهمتش الشخص هذا كل ما يتنقل المنتخب الا ويعمل اشكال. انا السؤال اللي طرحته حتى لنفسي ربما ما طرحتوش مع زملائي في اطار المكتب الجامعي، هل انه هذا عنده غايات اخرى الشخص هذا من تشويه سمعه المنتخب او تشويه سمعه تونس بهذه الطريقه؟ انا الحق سؤال قاعد نسال عليه ونسال فيه، وايضا على سر تواجده كان مع المنتخب الوطني، هل انه السيد هذا ربما في ذهنه كانوا سيقتات من فتات هكا بعض فتات المالي من اللاعبين؟ هذا اللي ما فهمتوش الحق انا في ذهني، كانوا ربما تربص جاي باش نقعد هذا من اللاعبين باش نشوف حقيقه ربما بعض اللاعبين حقيقه علاقته به. هذا من ناحيه، واظن كانوا واللاعبين حتى حكيت معهم غاديك راهو قالوا لي كانوا الشخص هذا ما عندنا به حتى اي علاقه، وحتى امكانيه كانوا عندهم علاقه ماهيش وارده بتاتا. الحق انا نسال الشخص هذا شنو وصل تواجده، منين يجيب في التمويلات ايضا، وهذا سؤال مطروح اللي ما لقيتش عليه جواب، باش ينجم يتنقل في كل مره مع المنتخب الوطني. ثلاثه تعرف انت بالنسبه لحق التنقل وحق السفر هذا حق دستوري، اذا كان هو ما يجيناش المقر التربص او للنزل وما يكونش عنده حتى اي علاقه باللاعبين وبالاطار المحيط بالمنتخب الوطني ما عنديش اشكال معه، ولكن الى درجه كونه يتسبب في مثل هذا الضرر، خاصه انه كانوا معنا لاعبين كانوا في حاجه الى راحه اضافيه باش يدخلوا الى الديار او الى الارض التونسيه على اساس باش يرتاحوا. تعرف عندنا لاعبين من نادي الرياضي الشيخ، عندنا لاعبين من نادي الرياضي بنزرتي، عندنا لاعبين من طراز الرياضي التونسي، ثلاث ساعات اللي هو عطلنا فيهم كانوا هذوكم ربما يمكنوهم من راحه اكثر باش ينجموا يلعبوا مقابلاتهم في احسن الظروف، وبالتالي تسبب فعلا في مضره كبيره. بالضبط بالضبط. انتم ما فماش اجراء قانوني باش تاخذوه معاه؟ هو مبدئيا لو مازال ما دخلش الراضي التونسي، هو مبدئيا بالنسبه للخطوط التونسيه اذا كان اللي تي سينالي على اساس كونه باساجي ديسيبليني في اجراءاتهم كانوا ما عادش يطلع على تونس. لا هو دخل سينابيل وجات اتصلت بال، انا في بالي المعلومات البارح باتصال من اسبانيا على اساس كونه سيبوه السلطات الاسبانيه، ولكن ما دخلش لحد البارح، دخل اليوم ما نعرفش. اليوم العشيه اتصلت بقاعه العمليات واكدوا لي اللي هو وصل، مشكور سي زهير الصديق، اكد لنا اللي هو دخل لي قال لي ما فماش حتى شكوى صدرت ضده بهذا الشكل، ما وقفوش. هذا الاشكال معناها اليوم يزيد. احنا اليوم انا وانا العضو الجامعي السيد هشام العمران قبلنا صباح من مقر الجامعه وخممنا ربما في تقديم شكايه، لاننا نرجع ايضا لاعضاء المكتب الجامعي للتفكير في تقديم شكايه من عدمها، نشوف شنو الجدوى زاد من هالشكايات. هل انا ستؤدي الى نتيجه ام لا؟
سي نبيل معاك الديسيبلين ونحن مساندينكم وقت اللي تكونوا معنا تشدوا على الديسيبلين وتصدعوا على القرارات الرضعيه، لانه تتفكر السيد هذا شنو صرح على دبي على افريك دو سود في صحيفه تكلم وقال دخلت الخمر دخلت كذا شنو اللي صار، ما نجمش نتكلم، فما صغار تتفرج وثم معنا اولادنا تتفرج شنو اللي قال اللي عمل وجاب للاعبين حاجات مخرج له اليوم يعاود، معناها ماذا بينا معناها وعندنا فيكم الثقة شخصيا، معناها أنت بالذات وسي ماهر سنوسي وبقية الأخوة اللي كلهم كل الاحترام، عندنا فيكم الثقة تصرفوا في الإجراءات الردعية، معناها ما كان لازمش نهزوا ديكارت كور نهزوا حاجة خممنا فيه حتى الإجراء هذا سي عدنان، ولكن الشخص هذا المزاعم التي ساقها من قبل في خصوص مسار اللاعبين إذا كان هو يتصرف بهذه الطريقة فإنه يفقد كل مصداقية في الكلام اللي قاله. أنا قلت لك كان سبب أيضا في مشكلة في التصدع اللي صار ما بينات وسط الأشراف الشخص هذا. أنا اليوم سؤالي هل أنه وراه شكون يحرك فيه ولا لا، وإلا هكاك على أساس كونه السيد هذا لهالدرجة هذه معناها سمح لي الكلمة معناها بهلول باش يقوم بمثل هذه التصرفات. أنا أقول إذا كان في كل مرة يصاحب المنتخب الوطني ولا يعمل مع مشكلة ما أظنش كونها من صفة عفوية، ولا أظن كونها تنجم تكون بصفة عفوية، وبالتالي سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد السيد هذا في السفرات القادمة، سيكون أما بتقديم شكاية أو ربما بالتفكير في كونه يكون هناك ديكارت كور، علاش لا هذا ربما تكون هناك حلول الأنسب ربما في مثل هذه الحالات. معك مجيد سي نبيل حبي لاحظ سي نبيل مساء الخير. مرحبا بك سي نبيل. والله الكلام اللي قلته كل نحترموه، وربما اهم شيء قلت شكون وراء الشخص هذا شكون يحرك فيه، لكن ربما اللي يلوموا على 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 الجامعه واعضاء الجامعه لما الشخص هذايا في دبي وفي الافريق دو سود وتصريحات جايه من الملاعبيه نفسهم، السيد هذا يتخلف في النزل ومرر برشا حاجات كما قال عدنان في مولاد صغار نجموش نعودوهم وصاروا تجاوزات كبيرة، وللأسف يرجع المنتخب الوطني التونسي وما يخرجش لناطق رسمي للجامعة لرئيس الجامعة ويقول ينفي ولا يأكد. كان السكوت خرج لاعب من بلجيكا وتكلم وأكد الكلام اللي قاله السيد هذا على عبر الصحافات كل، لكن للأسف نجم نقول تقريبا الموضوع هذايا ما تكلمتوش عليه بالكل. الرأي العام كان يتمنى يصير توضيح، ما جبتوش حتى شيء، واليوم الشخص هذايا يتجاوز حدوده لأن الجامعة نجم نقوله ما خذتش الإجراءات اللي يلزم والقرار الجري ضد الشخص هذايا، لأن اليوم احنا كان نشوفوا منتخبات أوروبا مستحيل سي نبيل باش أي شخص مهما كان شخصيته باش يوصل يقرب المنتخب الوطني، ونعرفوا احنا المنتخب الوطني حاجه مقدسه. مجيد حاجه اخرى لا صحيح سامحني سي عبد المجيد فقط باش نعلق هو على النقطه هذه بالذات، هي في نقطتين. الاولى كونه ربما السيد وديع الجديد رئيس الجامعه في منبر ايضا اعلامي تحدث عن هذه الوضعيه خاصه بالنسبه للجنوب افريقيا في كاس افريقيا، وبين كونه ربما بعض المزاعم اللي هو تعرض لها وربما هو يقول صحيحه الحق بالنسبه لي انا متاكده كونه حتى كي استمعنا في اطار المكتب الجامعي كونه ثم نفي تام لما حدث، وايضا حتى قلت لك على احد المنابر الاعلاميه السيد رئيس الجامعه صرح كونه حتى النزل كان بعيد على وسط البلاد قرابه 15 ولا 20 كيلومتر، وبالتالي كان ثم استحاله ربما باش تكون مثل هذه الامور موجوده صلب النزل. هذايا ما صرح به يعني فقط تعليقا على كلامك. اثنين بالنسبه للسيد هذا وقت اللي تبدا انت ماكش في تبدا في فول ريبولي ماكش في طائره خاصه، كان في طائره خاصه متفق معك هذايا ما فيش حتى اي شك او اختلاف كونه ما يلزمش يكون متواجد صلب طائره خاصه نتاع المنتخب الوطني، ولكن كي تبدا ان فول ريبولي معناها طائره او سفره عاديه كيفاش تنجم تمنعه من الصعود؟ من الحلول ربما المقترحة كونه أي أجانس سمحني باش تتفاهم معها كونه تشترط عليها كونه الشخص هذا ما يكونش متواجد ربما، هل أنه هذا يؤدي لنتيجة ولا ما يؤديش؟ على خاطر يتعارض أيضا وما هو مدستر أيضا في دستورنا حرية التنقل وحرية السفر. السيد هذا طالع في فول ريجولي كيفاش تنجم تمنعه مش يطلع معك؟ سؤال مطروح قانونا كيفاش؟
سينابيل لانه يقع تقديم شكايه سينابيل اللوجو ربما هذا من الحل الامثل ربما نقول اللوجو نتاع ادي نتيجه او لا سمعني سينابيل اللوجو نتاع نتاع الجامعه التونسيه لكره قدم في الطنبور اللي دربك به معناها السيد كانوا عنده حاجه اوفيسيال اللي قلنا برشلونه تبيع في الحاجات الاوفيسيال على خاطر هذايا متواجد راهو من قبل السيد هذايا موجود وعلى اساس هو زعما يمثل محبين المنتخب الوطني ولو انه لا يمكن ان يمثلهم في اي شيء خاطر محبين المنتخب الوطني او جمهور المنتخب الوطني نعرفوه وناس يتسموا بالاستقامه الوطنيه ما قام به السيد هذايا اظن بعيد كل البعد عن الوطنيه اذا كان يخلي جراء المشاكل وعدم الامتثال الى طلب بسيط ومشيحة السنتير او حزام الامام يخلي معناه لاعبين المنتخب الوطني ثلاثه سوايع في طياره فانه لا اظن كون السيد هذايا ينجم يكون من محبي المنتخب الوطني. سي نبيل بارك الله فيك وان شاء الله تكون بحذانا في مواضيع اكثر ايجابيه ونبعدوا على اكثر نكون سعيد باش نكون معكم اليوم انا فسرت لك كونه كان ثم استحاله باش نجم تكون موجود معنا. بارك الله فيك سي نبيل شكرا بارك الله فيك صباح الله خير. يعيشك ومرحبا بك. يعيشك ربي فضلك نتعداو التحقيق كامل حول كل ما قولوا لي مازال به زياد. شنو اللي ترى معناها نجم نعملوه توقع الفور ريغولي لكن فما ريسيديف فما حاجات تعاودت معناها باش نقعدوا نتفرجوا كيفاش التجارب نتاع غيرنا كيفاش كيمشي ليكيب دو فرانس انا قلت لك ماني قلت لك غيرنا مش كيفنا اللاعب محترف سي 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 ساكري ليكيب ساكري وحدها هي وستاف وحدها ما يدخل معهم حتى واحد فماش ولد رئيس جمعيه ولا اخو المسؤول ولا اخو طبيب ولا بنت الماسور فماش ان كلوب بروفيسيونيل سان كلوب لي كلوب بروفيسيونيل البرا حتى التمارين ما يحضروش فيهم الاحباء يعطيك مره في الاسبوع يقول لك يوم الخميس ولا يوم الجمعه ولا يوم الاربعاء يجم الجمهور يحضر ابار هذا انت سامحني تشتغل في بنك انت تشتغل في بنك نجي انا نقعد بحذاك في البيرو نتاعك انت تخدم صحيح نجي انا نقعد في البيرو نتاعك نجي نتفرج فيك تخدم ما تجيش لاعب كره قدم كيف نفس الشيء يخدم هي خدمه معناتها نحن لازمنا في عقليتنا ندخلوا الشيء الاحتراف زياد قصة كان بالعسل مسؤولين هما بيدهم هما اللي اعطاهم الفرصه وهم اللي دخلوا فيهم وهم اللي يحميوا فيهم وهذه حقيقه زي ما تتقال قد السيد هذايا كان سمعوا الحرباوي وقت تكلم من بلجيكا وقال قال انا مستعد باش نجي ونتكلم كان قاموا استدعاوه وقاموا التحقيق راه ما عادش يصير ربما هذايا ما صارش بكل اما هو يسمعوا فينا ويعرفوا اللي هما اللي قاعدين ما جيت حتى التهم ماشي حتى الناس قدم كانوا في الجامعه خاطر هو بيدهم معناها يقول لك شكون اللي بعث السيد هذا وفما شكون اللي خلص له تذكره وهذه تصوير التونس شيء مؤسف تصوير التونس خلافاتنا وقت اللي تتسوق هكايا بالطريقه هذيا تولي البانديه تحكم في كره قدم وتولي البانديه اللي تونس تستثمر في المليارات باش تصرف على السياحه وتصرف على الرياضه 450 مليار ونجيبوا انسان يضحك ويفدلك مره اخرى في الكاميرون جانا مريو الخلعه طالع في الطياره الله اعلم كيفاش جاء معناها الشيء هذا ما عادش يمكن الانسان يقبله في 2014 و2015 عبد الكريم خلينا نمشي مواضيع موضوع سمحني تعليق صغير عدينا اكبر متضرر الساعه صوره الكره التونسيه والجامعه التونسيه ولكن تونسير هي اللي متضرره اكثر من تونسير هي اللي تنجم تاخذ قرار في شانه تعملوا هذا مركوب طيارة تونسير وينجم في سفارات المنتخب يعني جاي ما دام هو عنده عقوبة يعني ما عادش ينجم يتنقل في تونسير هكا كي هي ما تمشيلهاش كان عن طريق تونسير لا تمشي لفرنسا وتمشي سامحني زياد لا ما يركبش ساعة في الطيارة في حل الأول ومن بعد في التيران هذيك امور اخرى هما عندهم يعملوا دي كارت كور ولا يعملوا الناس ولا اللي هو يعني فما حاجات لازم تبدل هذا هو زياد فما حاجات لازم تبدل معناها في لونكادرمون تاع ليكيب ناسيونال فما ديسيبلين شو اليوم ولينا خايفين باش محب يجينا قدام لوتيل يقول له يقول ندخل بالسيف شو تدخل بالسيف تي ما يجيكش عجب بلا بيت مع واحد من الملاعبيه ولا حاجه باش ما يجيش صارت هذه قبل انت كي تعلم النزل قبل ما تمشي له تعلم النزل تقول له راهو ما نحب حتى واحد يدخل تعلم النزل برك هما ياخذوا احتياطات ما هولندا نتاعنا تمشي ياخذوا احتياطات الحاجات هذيا ما جيت خلينا نمشي نحكيو على تونس كولومبيا ساعه نحكيو على المباراه الوديه هذيا ساعه يزينا معناها من الحاجات هذيا وهم مطالبين باش ياخذوا قرارات مهما كانت من على كل المستويات معناها ما صحيح بالنسبه للمقابله حسب رايي ساعه الكونتكست المقابله ما كانش في وقته لان المنتخب عنده خارج من خيبه المدرب ما نعرفوش شكون باش يهبط التشكيله معناها كان فما برشا تذبذب نزار خنفير اللي نجم نقولوا حلمه
باش اول مره في حياته باش يديريجي منتخب وطني. نزار الخنفير معناها الى في سبروف، وربما الناس قاعده تدرب تلوج على مدربين، وربما هو يجم يكون المدرب الفعلي، لان السيد هذايا معناها نجم نقولوا لازم نعطيه صوره الناس على الانسان هذايا، خدم برشا في ظل المدرب المحجوب، الناس كل تعرف وين نجح نزار الخنفير. في ليجون عمل ريزولتا باهي مع الاولمبيك، عندها في الكوب خذا في التوازيام ميداي، التوازيام معناتها ميداي دو برونز في ميرسين، في العربيه في البطوله العربيه. السيد هذا اليوم معناها مشى بالمنتخب مش جاهز 24 تقريبا 48 ساعه حضر المنتخب، لكن شفنا الصوره نتاع المنتخب اللي قدمها، كانت منتخب معناتها محترم. ولو عندي احتراز ان نجم نقول المنتخب الوطني التونسي هو شامبيون دي موند في لي ماتش اميكو. مجيد كانت هبطني انا في الاستاد هذاك في وفي الجازون هذاك تو نكور خير منهم. هذيك حاجه ثانيه، اما لا بالنسبه للمنتخب التونسي ديما نقول لك المنتخب التونسي كي تلعبوا مع البرازيل في الماتش اميكال يعمل لك بيرفورمانس كبيره ياسر، لكن وقتاش المنتخب التونسي ما عادش تلقاه وقت يلعب على مستوى افريقي ولا مستوى فما رهان كبير ولا مجيد كي نقبلوا اللعب في حاجه وكيمكن نسمعوا اللاعب حاجه، لكن البيرفورمانس نجم نقولوا لعب مع كولومبيا، كولومبيا راهو 5 كلاسي مونديال ومترشح لكاس العالم، نجم نقولوا معناها بالنسبه هي المقابله هي تهم اكثر لان التحضير نتاعها باش يكون اكثر جدي، لكن مالغري سا معناتها المنتخب مجاز مشى عمل بيرفورمانس باش تعمل 1-1 مع كولومبيا، شيء معناتها حاجه ايجابيه ممكن يعطي هذا ربما فكره للناس اللي قاعده تخمم على مدرب اجنبي وعلى كافالي وعلى بوليغوين وعلى ملياردويت باش تحط أنا بالكوبا نعطيو فرصة للمدربين التوانسة، خاطر المنتخب الوطني التونسي عدنان ماهيش قضية رياضة تونسية، اليوم قاعدين الجامعة قاعدة تفوكاليزي على المدرب الوطني التونسي، علاش باش ننساو المشاكل الأساسية نتاع كرة القدم اللي هي البرمجة واللي هي معناتها البنية التحتية واللي هي معناتها ريسيكلاج نتاع الفورماسيون نتاع لي جون اللي هي أهم حاجة، اليوم قاعدين نجمو نحبو قاعدين نعمل مسكن للناس باش نقولوا احنا أنا هو مدرب وطني باش يديريجي المنتخب الوطني التونسي. باهي عبد الكريم. مجيد ذكر ميرسين ألعاب ميرسين جو ميديتيرانيان هذو جو ميديتيرانيان، الناس الكل تعرف اللي الجمعيات في أوروبا يشاركوا بالفريق الرابع ولا الثالث. يعني عمرها ما كانت ريفيرنس، وني نرجع انا كانت عندي حاجه كي صحيح لا لا يا مجيد رد بالك رد بالك لي جو ميتيرنيا لا احكي فيها لا 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 عبد الكريم لي جو ميتيرنيا عندهم لا 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 مجيد مجيد انت فكر لي جو ميتيرنيا اللي صارت في تونس انا سازي خرج لي جو ميتيرنيا نتاع تونس قداش من واحد خدا 100 مليون يعني الناس تضرب في المئات مئات ووقتها كذبوا على المخلوع اللي كوم كوا تيتر كاينو يعني ميداي اولمبيك وهي ميداي في هذوما في الجو ميتيرانيا بصراحه يعني تتكلاس يمكن في سادس ولا في سابع درجه يعني بالنسبه للالعاب بالنسبه لكوب دي مود بالنسبه للشامبيونز ليغ بالنسبه للجو اولمبيك بالنسبه لبرشا حاجات يعني تجي في الاخر. ونرجع للمباراه في حد ذاتها يعني التعادل هذايا ما نعتبروش انجاز لان تونس تعادلت مع فرنسا تعادلت مع هولندا تعادلت مع المانيا يعني في المباريات اللي ما فيهاش ضغط وما فيهاش واحد يسيبوهم حتى بلاش مدرب يتصرفوا يدبروا يعني تونس هذه تونس هي نلعبوا مليح ونعملوا نتائج في المباريات الوديه وفي الرسميات مع الموزمبيق ومع تشاد ومع الكاب فير ومع الدنيا كل ما فما حتى شيء يعني هذه حقيقه هذه اللي يخليني انا يعني نخزر للكره بتشاؤم لان زادت اكدت تونس يعني فريقنا الوطني انه كورتنا هذيك كورتنا باهين في الوديات وفي الرسميات حكايه خلينا نشوفوا التحقيق زياد انا ما تفرجت فيها المقابله ما شاهدتهاش كنت في سفر وخذيت طياره وقتها دونك ولكن حبيت نرجع بملاحظه اللاعب التونسي بصفه عامه لاعب تونسي بصفه عامه يكبس روحه وقت يبدا اكولي يبدا خارج من ازمه يبدا في ازمه ولا يبدا خارج من 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 مقابله ولا معناتها انهزام ولا حاجه من خيبه تلقاه. نرجع لك نعطيك دوز اكزامبل اللي هما يجموا يعاونوني على القول نتاعي هذا. وقت اللي انهزمنا قدام الراس الاخضر الكاب فير صارت نكسه كبيره ضد الكاب فير وبعد عملنا الريزيرف ورجعنا نلعبوا ضد الكاميرون شفتوا المقابله عملها الفريق الوطني هما العباد يصخيبوا كرول كرول 3 ايام هذيك الروح اللي هبطت بها من العبيه
ذيك الروح اللي هبطت بها الملاعبية على خطر فما تعمير، على خطر حسوا وأنهم أخلوا بمسؤولياتهم ضد الكابفير، خاطر صارت نكسة، خاطر الجمهور كان متغشش، على خاطر الرأي العام التونسي الكل كان مش فرحان. فالرياكسيون دامور بروبر هذيك صارت في ماتش الكاميرون، ما نجموش يعاودوها أسبوع على أسبوعين من بعد، خاطر ما فماش الإمكانيات. نفس الشيء نهزام بعد الكاميرون، نكسة، مشاكل، هبطوا بروح، خلات الفريق الوطني. أنا ما تفرجتش فيها المقابلة، ميسي مجيد قال كانت مشرفه وما قصروش. دونك اللاعب التونسي تلقاه كان وقت اللي فما صعوبات، فما مشاكل، سينو تلقاه مرخو. وعلاش هو اللاعب التونسي معناتها ماهوش لاعب كيما المحترفين؟ هي لا ديفيرونس ما بين لاعب محترف 100% ونحن توانسه اللي انا كيفهم. زاد اللاعب المحترف اللي هو يحضر روحه ويكون مؤهل ويلعب بنفس النمط ونفس القوه ونفس الاندفاع مهما مقابل، ضد ايطاليا ولا ضد مالطا، نهارة اللي نحن التوانسة نوليو عنا في عقليتنا اللي نلعب ذو نهار لحد ضد الترجي الرياضي، ولا نلعب ضد باجة، ولا نلعب ضد النادي الافريقي، ولا ضد أولمبي للنقل، ولا ضد الملعب التونسي نفس بنفس التحذير ونفس النمط ونفس الاندفاع، وقتها نوليو ديفري بروفيسيونيل. صحيح، وقتها نوليو. وهذيك الديفرينسة ما بين محترف درجة أولى اللي كل نهار حد يموتيفي نفسه باش يلعب بنفس المستوى ونفس العطاء، ما يهموش في الفريق. هذاك هو لا ديفيرونس ما بين محترف في اعلى مستوى ومحترف مازال قدام. بالله سامحني، هذاك الفرق بين نحن هما. وقت اللي واحد يحب ينتدب مدرب، مش ينتدب مدرب على نتيجه مباراه. يعني احنا مشروع، احنا كان باش يجيبوا مدرب توا يعني نتاع 4-5 سنين، يزينا من هذا يربح ماتش هيا مشيت معاه هيا ناخذوه، بعد ما فماش نعاودوا نحيوه. بعد قص عليك لازمنا تدخل في الـ في التقاليد، التقاليد نتاعنا. اللي مكتب جامعي ياخذ مسؤوليه كان على المندان تاعو، المندان تاعو ما ياخذ. علاش؟ على خاطر تو يجي مكتب جامعي، معناتها لازمنا يحترموا، فهمت؟ يجي مكتب جامعي هو مازالوا عنده عامين، تعاقد ما تعاقدش اكثر من عامين، لازمها الكونترا نتاع المدرب الجديد ما تعديش عامين. صحيح، خلينا مش تحترم، ما تخليش الاشخاص اللي تجي بعدك خليهم في مأزق. يجي مثلا سي مجيد غدوه واحد ما يتمشاش مع المدرب هذا ومازال عنده عامين، شو باش يعمل؟ خلي كل واحد يتحمل مسؤوليته. يا مجي زياد، مش المسؤول ما يتمشاش، اذا فما انتاج وفما خدمه علاش ليه المكتب اللي يجي من بعد يعني يواصل مع نفس المدرب؟ يعني ليه ما عنده الحق عبد الكريم يقول لك انا جي انت تورطني في مدرب وما ينجحش، وانا نحب مدرب اخر، نحب رؤيه اخرى، عندي فيزيون اخرى. لازم هذه تمشي حكايه كل مكتب جامعي ولا كل مسؤول، حتى مش في الجامعة، حتى في الجمعيات ما يورطش اللي معناتها ما يخليش اللي بعده، خلي له تك. عندنا كفاءات، وعندنا كفاءات لازم نأمنوا بكفاءاتنا. شو كفاءة المدربين والمسؤولين؟ في لا في المدربين مجيد ما عندناش برشا كفاءة. لا عندنا كفاءة مجيد. خلينا نمشيو نشوفوا التقرير الساعة هذايا نتاع اللي زيارة اللي عملها مهدي، وقعد هو برشا اليوم ما خذاش برشا الكلمة. حذروا تقرير ولا مازالوا؟ حذروا نشاهدوا تقريرهم من رجل البلاتو.
chaque match c'est secret, mais c'est vrai, à la Coupe du Monde c'est une chose, au match amical c'est autre chose. Donc nous, on va jouer le football. انا جيت من تولوز انا ومرتي واولادي جينا لنا لاسبانيا بنشجعوا ليكيب ناسيونال وان شاء الله مربوحه وان شاء الله مبروك علينا فيف لا تونيزي فيف لا تونيزي فيف تونيزيان قداش النتيجة؟ 2-0 شكون؟ تونس إن شاء الله مربوحة بقدرة ربي واحد شيء إن شاء الله نربحوهم برا حتى تويو تويو يا تويو عربي قداش تشوف النتيجة؟ طاولة طاولة دبرناها نعطيك الصحة خلود شوف شنو نعملوا اليوم؟ إن شاء الله يعملوا ماتش باهي المهم يعملوا ماتش باهي يشرفوا المريول وكا زعما نربحوا فهمت؟ إن شاء الله ماذا بينا نحبوا نربحوا من علاش جايين إن شاء الله صحيح دريا لعبنا مقابلة كبيرة تعرف ضد منتخب كولومبيا فريق ممتاز عنده برشا من اللاعبين يلعبوا لبرا يظهر لي لعبنا من ندلو الحمد لله يا ربي وكا ولا صحيح المنتخب الكولومبي كلاسمون نتاعو 4 و 5 كيب منتخب قوي ويعرف يلعب كرة
الحمد لله ربي حضرين له بالكدا، ما عندناش برشا وقت نحضروا، ما الحمد لله الكل اللي لعبوا اللي دخلوا كلهم لعبوا 100% وعطاو ما عندهم ولعبنا بقليب. يبالي اليوم قدمنا مولود باهي مع المنتخب الكولومبي كاتريم كلاسمون كاتريم وسانكيم، الحمد لله ربي الاولاد كلها هبطوا بقليب واحد وعرفنا كيفاش نقفوا مليح. قبلنا هدف ما عرفنا كيف نرجع في النتيجة، كنا نجمو نسجلوا سيغ كونتر سيغ دي باراليتي، مي لا غالب ما وفقناش ربي، الحمد لله ربي نثبت النتيجة تعادل باهية، إن شاء الله نكملوا هكا، إن شاء الله المباريات الجاية لما كان. والله الحمد لله حطينا في قلوبنا الولد الكل، عملنا اللي علينا اليوم، لعبنا عفان، الحمد لله جات ريزلتا باهية مع اون جروند إيكيب. ان شاء الله نكملوا نخدموا بالاسبري بالليتا ديسبري هذا، وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. والله معناتها انا لابس تيني برشلونه والكاسكيت زدناك غيناهم جدد لبستهم، انا داخل وعيط لي سيكوريتي ما تغش على الاخر، قال لي يعني شنو نحيهم توا ولا اخرج من التيران. معناتها يا اخي وليت قلت له نحي فيهم، قال لي عايشك احترمنا نحيهم. وليت لبست كابوتي اكثر فيه فوق ال فوق التيمي تاع برشلونه ونحيت الكاسكيت اكثر في شعري حتى مش مريكل اكثر بصراحه. انا راه في حقد كبير على وجهه يعني تغش غش كبير، ما نسخلوش هكا يعني. ممكن هما ممكن ديربي جيران ما وقت عارف ديما الديربيات صعاب، لكن ما وصلوش لحد اللي كونه ما انسان يعني ضيف مش ينحي ربي هدي وكا وش نعملوا نحيناه احترمناهم. والله فما بعض الصور المعبرة بالنسبة لي، معناها نشوف الناس ايش يعطيوا قيمة للفن ونحن نلقاو المرقاز والوسخ في شارع أبي بورقيبة والطابونة وال الفت نظرك حاجة. نظري حاجة شفت سي نزار خنفيري خرج في الصحفيين وشو يعني شد الفريق الوطني نص نهار يخرج الصحفيين يعني لا متى بعد ربع ساعة يعني البهيم القصير اش باش يقلقوا شنو هو السيستم اللي عنده هو اللي باش تشوفوا كولومبيا ولا شنو الاسرار اللي باش يخرجوها بعد تحولنا 18 كيلومتر بعيد معناتها الملعب اسبانيول على غامبلا بعد ربع ساعة بدينا نسوي حبينا ناخذوا الديكلاراسيون ما نجمناش ربع ساعة قالت تغادروا استاد فهمناش علاش كما قال عبد الكريم مباراة ودية عطاها أكثر من قيمتها أكثر من قيمتها للمنتخب الكولومبي حضر كو دوموند ما عملش كما عمل نزار خنفير ربي يهديه ربي يهديه. على كل حال هذا تحقيق خاص كان من إسبانيا، إن شاء الله في الأسابيع المقبلة بإذن الله نكونوا في سفرات أخرى ونعطيكم تصويرة أخرى على الرياضة في العالم، عسى تكون هذه معناها إيماج اللي نبنيو عليها نبنيو عليها في كرة قدم التونسية اللي مازالت بالريزيرف ومازالت بالاحترازات. ومن بعد إن شاء الله يكون معنا أنيس بن ميم يفسر لنا الاحتراز نتاع قوافل القفصة على النادي الإفريقي. حبيت مجيد وأخيرا ما نوفيت لافير ندونك هي شيء أفير في كل في عالم كرة قدم يصير الاحترازات واردة وقوانين هي اللي هي الفيصل، لكن ربما ان اللوم على الضبابية توقيت والتوقيت على خاطر النجم هذا الساحلي البارح يلعب مباراة توقيت التوقيت مش وقته، لكن قبل كل شيء هو فيش صار اشكال بعدين صار اشكال لما كاس تونس لعبت الجامعة ما وضحتش ما قالش كاس تونس هذا تابع الموسم الرياضي الجديد ولا الموسم الرياضي القديم، التأويلات اللي عطاتها نادي الصفاقسي ونجم الساحلي مقبولة مش جيرتين. لكن للأسف ربما وقت مقابلة تتلعب في ديسمبر
2013 ويخرج الفيرديكت بعد 3 شهور. هذا مش معقول في بلاد القوانين، في بلاد معناتها فيها نظام، باش يكون القرار ياخو 3 شهور، هذا مش مسموح. هذه من ناحيه. ثانيه ناحيه كما قلت انت، التوقيت صحيح. نجم الرئيس الساحلي يلعب مقابله هامه، مفروض اللي هي الكناس اعلى سلطه في القضاء، معناتها تكون مسؤوله اكثر، تكون حريصه اكثر على تطبيق القوانين، لكن بكل شفافيه ومع احترام الفرق الكل. لكن للاسف اما مش تخرج القرار، خرج القانون بعض المسؤولين وبعض المسؤولين. والحمد لله، واليوم هنا تحيه كبيره ياسر لرئيس النجم الرئيس الساحلي، اللي رغم اللي معناتها القرار ربما ما خرج مسؤول مش لازم نذكر اسمه، قال هذا قرار سياسي. لا حسين جنيح قال قرار سياسي. مجيد، فما حاجه اللي نحب نقولها وقلناها المره الاخرى وزيد بحذانا، معناها يضر لي، معناها يشطرني 1000% الراي في الاسبوع المقبل كان حب ربي سي اس اس والاتوال. معناها ثم مبادره باش تصير من مختار ذويب وقدماء نادي صفاقسي في تقريب الناس لبعضها، ماذا بينا المباراه معناها ما تخرجش على النطاق هذا، حاجه وفات يظل. يعني ايش حاب تقول لك؟ الدرس جاء من رئيس نجم الساحلي من المره مش اول مره، معناتها يكون مثال يقتضي. علاش يقول اليوم ان نحترم القرار نتاع الكناس؟ اليوم النجم الساحلي عنده مقابله تامه، عنده مستقبله امامه، ننظر القدام. تبقينا نحبوا نعرفوا الكافيه كيفاش خسر النجم الساحلي، لكن احنا ما نحبوش تجهيش الجماهير، ما نحبوش القرار هذا يخرج عن نطاقه الرياضي. مجيد، صفحه وتتويت يظهر لي بكل روح رياضيه. انا عجبني التصريح نتاع رئيس النجم الرياضي الساحلي، صفحه وتتويت وتحلت لنا صفحه جديده نتاع النادي الافريقي والقوي في القفصه. معنا انيس بن ميم. انيس، مرحبا بك. مرحبا بك عدنان، ومساء الخير ليك ولكل الحضور وضيوفك، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الزيتون. المختص عاد في التشريع الرياضي، تبارك الله، ان شاء الله تحذروا لنا التشريعات الرياضيه. انيس، خلينا نمشيوا معناها لعالم اخر في الرياضه التونسيه. اكيد ان شاء الله، نحن نحبوا الناس الكل نطمحوا لانه نشوفوا الكوره اللي يبقوا فيها الكوره بركه، معناتها نبعد على الشوائب اللي يتقلق الكوره. سامحني انيس، يتقلق المتعه والفرجه والغرام بالكوره. سمحني انيس بن مين، مش عضو في النادي الافريقي على الكارتون غلط الاولاد الاخير، عاد كان انيس بن مين عضو في النادي الافريقي، معناها كيما الكاميرا كاشي انيس. لا حبوا ياخذوه خاطر حبوا ياخذوه ابو كام تاع النادي الافريقي، معناها في الميركاتو حبوا يخطفوا انيس. بارك الله عليه، من المختصين البارزين في التشريع الرياضي في تونس، وشخصيا معناها هو وطارق العلامي وكل الزملاء معناها في التشريع الرياضي وفي الجمعيه نتاع انيس، يلزمهم يحذرونا التشريعات الرياضيه اللي باش تنهض كره القدم التونسيه وعندنا فيهم الثقه. انيس، شنو هي الحكايه الجديده هذه اللي صارت؟ والله سمعنا اللي معناتها نتبعوا في الشان الرياضي بطبيعه الحال، سمعنا اللي قواف القفصه قام باثاره على ضد الملعب التونسي على خلفيه مشاركه، حسب ما يقول مشاركه غير شرعيه للاعب محمد بن علي في المباراه اللي جمعت الملعب التونسي بقواف الرياضي بقفصه، لكن الرابطه وقت ثبتت في الموضوع ثبتت عملت الجرد للانذارات اللي تحصل عليها اللاعب هذايا، تلقات انه لا تحصل على سلسله اولى من الانذارات فيها 3 انذارات، ارتاح بعد اللاعب في اخر انذار معناتها يوم في مباراه النادي الافريقي والملعب التونسي انذار سيف، ارتاح اللاعب هذايا تطبيق لاحكام الفصل 14 و21 من المجله التاديبيه، ارتاح في مباراه النادي الصفاقسي، استأنف النشاط، تحصل على انذار اخر في مباراه النادي الصفاقسي، ملعب الكرسي في الجوله الاولى للانديه، وقت لعب مع القوافل الرياضيه بقفصه، ظنوا ممكن مسؤولي القوافل الرياضيه بقفصه انه هذاك الانذار الثالث، وقت اللي يمكن صارت غلطه في احد المحاضر الجلسه، ما تمش احتساب انذار، وبطبيعه الحال الجمعيه هي الوحيده المسؤوله على احتساب الانذارات حسب ما ينص عليه المجله التاديبيه، وبطبيعه الحال ثبتت لجنه التاديب وقت اللي اجتمعت لجنه القوانين لما اجتمعت للنظر في الاطار، رجعت اوراق المباريات الكل، لقات اللاعب هذا الوضعيه نتاعو سليمه وقانونيه، هذاك علاش رفضت الاطار اصلا، هذا بطبيعه الحال هو قرار ابتدائي درجه، يمكن القفصه باش تسير في القرار هذا وتسترد على السنين نتاعها، لكن ظاهريا ومنطقيا ما ثماش نتيجه منتظره في خصوص الاحتراز هذا، على خاطر كما قلنا وضعيه اللاعب وضعيه قانونيه سليمه، دونك تصور باش تقعد النتيجه سيتم قرار النتيجه الحاصله على الميدان. باهي انيس، في يوم الاربعاء كان عندكم اجتماع مع الامن، مع لاميكال دي بريزيدون دي كلوب، مع الرابطه، مع جمعيه الصحفي الرياضيين، وكنتوا تحذروا في حاجه، شنو اللي قاعدين تحذروا؟ والله هو شوف، نحن الناس نحبوا السبور، السبور نحبوا الكره تكون في ابهى حللها واحسن مظاهرها، هذاك علاش تكون فريق عمل ناس متطوعين
الهدف الوحيد نتاعهم والديدن الوحيد نتاعهم هو حمايه الرياضه وحمايه الكره وحمايه البطوله التونسيه من الشوائب اللي كنا تقلق في الناس وتقلق في المشاهدين وتقلق في المتابعين للشان الرياضي. هذاك علاش تكون تخليه يتعمل فريق عمل ان شاء الله باش يكون عنده صدى ايجابي وباش يعرض جمله من الحلول والمقترحات العاجله باش على الاقل نتفاداو كل ما من شانه انه يسيء للبطوله التونسيه في باقي فيما تبقى من مباريات الموسم الرياضي هذايا، ومنها تحذير الموسم الجديد في عبر التراتيب احترام الصحفيين مع اخلاء الملعب من كل شخص وجوده غير مرغوب فيه ووجوده غير قانوني في ساحه الملعب وفي مهو الملعب وفي حجرات الملابس، التنسيق مع العناصر الامنيه في تنظيم عمليه الدخول وذلك للسماح كان الاشخاص اللي عندهم الحق الدخول بحمل شرائط مخصصه، توفير ظروف عمل مريحه ومطابقه للمواصفات العمل الصحفي بتوفير الفضاءات الصحفيه، تجنب التصريحات الناريه اللي مشان تكهرب الاجواء وتشحن الاجواء، هذوما الكل جمله عرض مع تبسيط وبرقي لجمله المطالب والمقترحات اللي باش نقدموا بها لكافه السلطات، لقينا اللي ممثل هناك ممثل من السلطات الامنيه باش يتم العرض الامر هذا على الجامعه التونسيه لكره القدم والسيد وزير الرياضه، وطالع ونحن متاكدين كي باش نلقاو منهم التجاوب والتلاعب لانه ناس نيتها الكل صافي لخدمه الرياضه لا غير. ونسيت اللي معاكم معناها الحكام زيد يقول لك معاكم اللاعبين ولا لا؟ شكون يمثل اللاعبين؟ والله شوف اللاعبين الحقيقه ثم هي تكونت حديثا نقابه لاعبين المحترفين، لما لا؟ باش نحثوا اللاعبين عبر قائد الفرق هذيا باش يكونوا يتحلوا اللاعبين بالاخلاق الرياضيه، يحترموا الميثاق الرياضي، يحترموا المنافس نتاعهم، يحترموا الحكم ويلعبوا الكره للكره، معناتها هو ثبت في الاخر اللي راهو نهايه الكره ساعه ونص وتنتهي المنافسات ولقينا اللاعبين كلهم اصحاب واللاعبين كلهم يحبوا بعضهم واللاعبين خارج الملعب وخيار وفما عائله واحده ان شاء الله على الملعب زاد راهو كما راهو امثله عديده في اوروبا وقت اللي الناس تلعب بكره التنافس الرياضي فقط بيناتهم، لكن زاد ثم احترام للميثاق الرياضي فما احترام للاخلاق الرياضيه، هذا ان شاء الله اللي باش نحاولوا نحطوه على ارض الواقع في تونس وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وان شاء الله كل الاطراف المتداخله اعلام امن هيك الرياضيه وزاره لاعبين حكام ان شاء الله باش نكون يد واحده باش على الاقل نعطيه صوره باهيه ونسوقوا صوره باهيه للبطوله التونسيه. زياد معك انيس. حبيت نقول لك انيس الهيئه اللي باش تعملوها هذه رد بالكم تمسيو اللاعبين خاطر انتم راهم تحكيوا على كره قدم واول حاجه تهم كره قدم ما لازمكمش تنساو اللاعبين، اللاعبين لازمهم يكونوا حاضرين على خاطر هما وجودهم جوهري. والله شوف انت جبت الفكره زياد، نحن فرصه باش نلتجئوا لتسويق حتى الفكره هذه للجمعيه قدماء اللاعبين الدوليين ولنقابه اللاعبين المحترفين، هذوما كيك على الاقل تكون كل الاطراف المتداخله نعطيو صوره باهيه نعطيو المسار الباهي في الكوره وان شاء الله نمسحوا في المهام نتاعنا على الاقل نكونوا ساهمنا ولو بقسط بسيط في اعطاء صوره جميله للكره، في اعطاء صوره جميله للرياضه وللكره في تونس اللي الناس كل تتوج عليها، على الاقل كما قلنا نسوقوا لصوره جميله للكره باش غدوه على الاقل نستقبلوا العباد وغدوه نرجعوا للجمهور يلقى الارضيه ملائمه باش نعيشوا الكره كيف الناس كل نحبوها، على خاطر حاليس كل نحبوا الكره ما عندناش مطامح منها غير حب الكره فقط، اليوم ما تشوف الكره ما عادش كيف ولات الناس تخاف على رواحها، الناس تخاف باش تمشي للملعب، الناس الوالدين ما عادش يحبوا ولادهم يمشيوا على خاطر راهو في المشاكل وفي الاحداث اللي قاعده تصير، هذاك الكل علاش نتمناه وان شاء الله باش تكون الناس الكل يد واحده باش على الاقل نرجعوا الشارم نتاع الكره. ميرسي انيس في فورمه كبيره تبارك الله عليك، ان شاء الله البقلاوه زاده تكونوا في فورمه وتحققوا نتائج ايجابيه في اخر هذا الموسم، وسيدي احمد رجع مد لكم يد المساعده وتغييرات كبيره، ربي معاكم وربي يوفقكم. وخلي لك تقول كلمه على الملعب التونسي. والله شوف الملعب التونسي عائلتنا، الملعب التونسي دمنا روحنا، من احد هذايا مش باش ينكر اصله، معناتها رغم ينجم الانسان يكون ضروري انه يتحلى بالحياد في الواحد نتاعو، لكن بصراحه قدام الملعب التونسي الواحد ما ينجمش يكون محايد، ينجم يكون كان انسان اونجاجي، نكونوا عائله واحده، ان شاء الله اليوم اليدين الكل ممدوده الملعب التونسي باش تخدم وتنقذ الصرح هذا، لانه اليوم الملعب التونسي هرم من اهرام الكره، وما نتصورش الناس كل مش متصوره انه تنجم تكون ثم بطوله في تونس بدون الملعب التونسي، مع احتراماتنا بطبيعه الحال للفرق الاخرى الكل على علاقتها وعلى تاريخها وعلى جماهيرها، لكن زاد الملعب التونسي نكهه في البطوله التونسيه وتاريخ، والفريق الوحيد تقريبا مع النادي الافريقي اللي عمره ما نزل للقسم الثاني، ان شاء الله بتضافر الجهود الكل، المهمه ماهيش صعيبه. لا قال لك الترجي ما نزلتش، الترجي ونجم ويرجع للصوره نتاعو ويرجع للعهد نتاعو والمجد نتاعو. يقول لك يقولوا لك جماعه الترجي ما نزلش حتى النجم ما نزلش، اما تحل البركه معناها. لا 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 هو راه شوف تاريخيا مش مع احتراماتنا للفرق الكل، الفرق الوحيده اللي من بدايه خلقت البطوله التونسيه
تمت معناتها لعبوا في البطوله الكل بدون انقطاع في حتى موسم رياضي هم الملعب التونسي للنادي الافريقي. باهي واضح واضح، المره الجايه تو نرجعوا لعبد الله درويش ونرجعوا الجماعه الكل. لا لا عماش قال لك عبد الكريم الترجي ما شاركتش في البطوله. فما عامل تم حل فريق الترجي وبعد رجع الترجي دونك هذاك في البريود هذيك. لا لا قال لك بتسلسل المشاركه في البطولات عندك الحق انيس فهمتك. رجعت في البطوله اللي بعد. انيس الجمعه الجايه كان حب ربي تجيب حذانا وتجيب الدوكيومون تاعك على الراس والعين على الراس والعين وتجيب عبد الله درويش ويعطينا المعطيات هذه. بارك الله فيك انيس. اسمعني شوف هو راهو اسمع ماهوش هذايا الجدل انه الناس كل كما قال الجمعيات كلها كبيره وجمعيات كلها عامله. لا لا حلو حلو انيس جدل في كره قدم التونسيه حلو. ان شاء الله الاهم والمهم راهو ما نشخصوش العمليه في فريق ولا في اثنين، ان شاء الله الناس الكل تكون تسعى باش تكون عندنا كوره مزيانه وكوره باهيه وكوره تلم ما تفرقش. حلو انيس راهو التاريخ والجدل في كره قدم التونسيه والديبا كونستركتيف وكي نذكروا التاريخ نتاعنا حاجه حلوه برشا وكي نذكروا الملعب التونسي وفيه نور الدين ديوا وتاريخكم وكل الانديه التونسيه يعطيك الصحه انيس بارك الله فيك. يعيشك بارك الله فيك يعيشك يعيشك بارك الله فيك. عندك ملاحظه؟ نوضح حاجه الترجي مازالوا اربع مباريات وقتها في 70 71 يعني وقت اللي لعبنا فينال وتحلت الترجي خذاوك القرار هذاك بال قرار سياسي ما لعبتش اربع مباريات رجعت بعد في السيزون اللي بعد رجعت وتواصل عكس الاتوال الاتوال اللي تحلت مشاو اللاعبين نتاعها لستاد سوسيان ولعبوا مده ستاد سوسيان حتى وفات العقوبه. باهي ثم حاجه اللي نحب نذكر بها الاصابه نتاع اللاعب النادي الصفاقسي وسام الحسيني الاصابه الخطيره اللي صارت هذيك المحب نتاع الملعب القابسي الى حد الان الى حد هذه الساعه مازال ما لقاش ايقافه ولا تعرف عليه. اتصلنا كيف كيف عرفنا الموضوع هذا والموضوع هذا تطرح لا 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 الشخص هذا لا وقع التعرف عليه ولا قاع ايقاف. يقول لي يقول لي خالد حسني معناها تعليق هو قال عنده كلام باش يقولوا نهار اثنين ما يحبش قال معناها اشخاص اخرين تشدوا والسيد هذا مازال ما تشدش معناها سيغراف مجيد وقت اللي محاوله قتل ويتعاقب على اثرها الملعب القابسي وقت اللي الملعب القابسي هو بريء من العمليه محب يجي ما يتعاقبش. هو على كل حال ملعب القابسي حتى صوره باهي مشى بعض الاعضاء وبعض المحبين مشاو زاروا الوليد حسيني في صفاقس معناتها طمنوا على الصحه نتاعو معناها هذا يدل ان الملعب القابسي بريء من كل الاشياء هذوما وان الشخص اللي يضرب اكيد معناها يتحمل كل مسؤوليه ويعرفوه واكيد يعرفوه 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 يعرفوه. لكن اليوم عندنا هاجس خوف عندنا نخافوا ما نحبوش ناخذوا قرارات فما معناتها ياسر خوف هذا الشيء لازمنا نتعداوه. اليوم جاء اللي يغلط يتحمل مسؤوليته كان تبقى القانون يا عدنان اكد لك ما عادش نشوفوا تجاوزات لان طفل بريء ماشي يلعب كوره زين يروح مسكن قدر الله يجمع كان يموت عمليه معناها 12 غرزه تقريبا على الجمج معناها الراجل شفنا الصور. انا ديما نقول المسؤوليات لازمها تكون شخصيه ما فماش علاش محب تاع فريق يقوم بهفوه الفريق يدفع ما فماش علاش لازم المحب اللي قام بالهفوه هو اللي يتحمل المسؤوليه هو اللي يتعاقب. هذا علاش اللاعب معناها نقولوا السيد فريق يترانا اسبوع كامل والملاعبيه ربي يعلم بهم والمسؤولين ربي يعلم بهم يجي محب غير مسؤول في لحظه تاع غير مسؤوليه يكلف الفريق نقاط ولا لازم الاشخاص اللي تقوم بالهفوات هي اللي تتعاقب كما قال لك مجيد لازمها تتعاقب. وهذا هو الردع حتى في الامن معناها لازم الناس تتصدى ويلزم معناها كما كان معناها بكري باش نلوجوا على الاشخاص هذوما لازم الناس تتحمل مسؤوليتها. وبعد حاجه اللي هي مخطئه زاد رئيس الجمعيه يعمل تصريح يقول ان الشخص هذايا اللي ضرب معناتها استهدف الفريق ومعروف ونعرفوه وانا التو ما عرفناه التو موقع ايقافه. خلي لك بعدي كلمه الختام تاع البريمير بارتي خاطر عندنا زملاء باش يدخلوا من تايكواندو من الكوشينكاي في الموضوع هذا موضوع خاطر تحولت لصفاقس وحكيت مع ياسر الحبان تاع الملعب الجيمسي. لكن عملت غلطه الجمعه الاخرى ما عديتش شهاب الليلي اللي مشى هو بيدو طلع على نعتذر منه اللي تبع برشا البرنامج شهاب وحكى على زياره به تحيه ليه شهاب الليلي. كي حكينا مع ياسر الحبان الملعب الجيمسي يقول لك السيد هذا باعثين عبيد تستهدف الهيئة المديرة والعبيد هذوما نعرفوهم اليوم كان هو يقولك نعرفوهم وينهم شبه ما تشدوش اللاعب في حالة كانت صحية اللاعب بين حي وموت وامه ليه وش يجي يقولك يقولك هو كانوا باش يستهدفوا النصر البدوي على خلفية المباراة اللي صارت المباراة الفايتة من شنو نستنيه في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس.
لا باذن الله ما نستناه وكان الخير وما فما كان الخير لانه فما ناس متربيين ناس متخلقين. نخلي لك كلمه ختام تاع البريمير بارتي عبد الكريم لانه عندنا ضيف. حبيت نرجع في وحدك صاحبك اليوم زياد من الناس من الكفاءات الرياضيه ومن الناس اللي نجم نقول لك تعامل عليهم الكره. انا ما راهش في الجامعه برك زياد رئيس جامعه راه في مناصب اكبر على كل حال هو يعرف. هو زياد يعني عنده برامج عنده تخطيط عنده حاجات مش ما يخدمش نتاع يخزر حتى الغدو يخزر على بعيد ويخزر وعنده في مخه ان شاء الله توفر له فرصه ينجم. بس انا برك فما تقاط انت والطاقات اللي كاين فما برشا كفاءات في جميع على جميع المستويات مش حتى في الرياضه برك. المشكله اليوم اللي الكفاءات هذه ما لقاتش فرصه باش تبرز لانه اما بالتهميش ولا بالاقصاء ولا قوانين تقصيهم ولا اشخاص تحبهمش. نحن نحبوا بلادنا تتحسن ونحبوا بلادنا تكون على مستوى الرياضي من احسن البلدان نحبوها نراوها مزدهره على جميع المستويات. تونس فيها كفاءات لازم الكفاءات هذه تاخذ فرصتها لازم اللي ياخذها فرصه يخلي بلاصته للبعض. صحيح. هذا هو هذيك سنة ويزمنا زياد نتعلم ونحبوا بعضنا ونتعلموا معناها ما اذا كان ما نحبوش بعضنا ما نعطيوش الثقه لبعضنا وكما قلت انت سنه التداول في المسؤوليات اليوم انا غدوه انت معناها هذه هي الديمقراطيه اللي هي حاجه جديده عندنا. صحيح. معناها اليوم علاش زياد لمساني وكما قال هو برشا معناها كما زياد معناها ما ياخذوش الفرصه نتاعهم في الرياضه التونسيه في كره قدم التونسيه. مجيد والله الكلام كل اللي قاله لكن للاسف وقلناه وهذه حقيقه نجم نقولوا الرياضيين تقصاهم وكانت نجم نقولوا معناتها هذا برنامج معمول مخطط معناها الرياضيين وصل في اوقات الاوقات تخلقت قانون ضدهم باش يمشوا للجامعه باش يبعدوهم ان شاء الله هذا نتجاوزوه وكما قال باك بلس 10 وباك بلس 20 وباك بلس تعرف واللاعب الدولي ما اليوم انا نقول الرياضي اللاعب كره قدم محتاج الى رجل قانون محتاج الى اعلامي محتاج الى معناتها نقول الكفاءات الكل اليوم محتاجه باش تحط يد في بعضها ونغزو معناتها نعطيه بصوره ايجابيه لبعضنا ونحاولوا باش نلتقيوا بكورتنا وجاء وقت المصالحه. بارك الله فيك مجيد زياد عمل لي ماركاج على الوقت من غادي يقول لي نشاهدوا هذا التقرير على الكيوشين كاي ثم نرجعوا للبلاتو. سي بون. Atleti che di fatto daranno vita a questi due giorni di esibizioni ma soprattutto di sfide sul ring. In fondo li vedremo tra poco anche in primo piano ci sono i giudici di gara che lavoreranno intensamente, pensa da fare però mantenendosi all'interno delle regole. Però è il caso comunque come vuole la procedura, come vuole il campionato insieme ai giorni della competizione. Sono presente perché è chiaro che voglio che tutto vada bene, ma il lavoro è stato fatto molto tempo prima. È a monte, quindi dura diversi mesi. Diciamo che raccolgo i frutti di un duro lavoro e di grande che mi procura oltretutto grande stress. Ecco, la nostra esterna ci stacca perentoriamente sul primo piano di Sadok Kouka, maestro, presidente per il Nord Africa. Il Nord Africa. E qui sono tecniche di rottura pura, quindi rottura con la tibia, con la mazza da baseball, con la mazza da baseball sospesa, insomma ci sono varie tecniche di rottura che sono anche abbastanza particolari. Questa è veramente particolare, il collo di bottiglia di vetro che viene tagliato con la mano, tagliato speriamo senza farsi del male. Sì, Mefugu è uno specialista nelle tecniche di rottura che si chiama Tameshiwari in giapponese. Come da rare. Ecco qui. Mefugu è uno specialista nelle tecniche di rottura che si chiama Tameshiwari in giapponese. Come da rare. Ecco qui, che bellissimo il replay. La velocità è impressionante, se no. Cioè, diversa altra gente potrebbe, una persona normale potrebbe anche fare questi esercizi. Sì, che bellissimo. Thank you.
المهارات التي قام بها السادات كوكا للنهوض برياضته المفضلة، دعوته إلى تونس وجوها عالمية بارزة في تلك الرياضة، وتنظيم لقاءات استعراضية معهم، وعقد تربصات تكوينية للوجوه التونسية الواعدة. أخيرا الفاينل، الفاينل عملها هو ياباني. على التحدي. لقد حدثت المفاجأة للبطل التونسي والمفاجأة لمنافسه الياباني المهزوم في عقر داره، وكان التتويج وشاحا أهداه هذا البطل العالمي إلى كل عربي ومسلم وإفريقي. ففي اليابان المنصة العائمة العجيبة برجالها ظهرت رياضة الكاراتيه، وفيها حقق السادات كوكا تحديه الأكبر لما توج باللقب العالمي عام 1986 بعد هجرة ربع قرن بعيداً عن وطنه تونس. وقت نقولوا كيشنكاي نقولوا كاراتيه. سعداء باستقبال ضيوف جدد في الدوزيام بارتي متاع الجمعية سبور. سي نزار الفقيري مدرب في تايكواندو، مرحبا بك. مدام بسمة العرفاوي مدربة متاع المنتخب الوطني، مرحبا بك. كيف كيف بك عايشة. الأخت كرام الظاهري، مرحبا بك. يوسف عملنا مركاج باش يوصي عليك، قال مرحبا بك. كيف كيف ياسين ترابلسي، مرحبا بك. ميدالية ذهبية، اي ميدالية ذهبية في دورة البحرين، وميدالية ذهبية في دورة الأقصر، وميدالية برونزية في دورة الإمارات الفجيرة، بطولة العالم، وبطولة العالم ميدالية برونزية. بارك الله ما شاء الله. سي صادق كوكا، كيف كيف، مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك. رئيس سابق الجامعة تلكيوشينكاي والمؤسس نتاع الجامعة هذه، ورئيس الاتحاد العربي. صحيح، ورئيس الاتحاد الإفريقي أيضا، وأيضا المستشار الفني للجامعة العالمية لفنون النزال، جامعة جديدة هي كبيرة مقرها في سويسرا، اللي هي عندها عديد الاختصاصات، وموجود فيها كمستشار فني وعضو في اللجنة الأساسية. مرحبا بك. نبدأ بك مدام، لو تقدم لنا معناها المنتخب متاعكم، من التظاهرات اللي شاركتوا فيها هذه، معناها التألقات هذه. المنتخب الوطني للتايكواندو منتخب إناث وذكور، شاركنا في عديد البطولات، أهمها البطولة العالمية اللي صارت في المكسيك 2013، واللي حققنا فيها نجاحات كبيرة، 3 ميداليات برونزية على المستوى العالمي، معناها في رياضة تسمى معناها السبور دو كومبا، هذه معناها رياضة صعبة ياسر. طلعنا على البوديوم العالمي والحمد لله، معناها وليداتنا شرفونا وشرفوا هالرياضة هذه، منهم ياسين ترابلسي، سيف الدين زيدا ترابلسي، واللعبة زيدا فيديا الفرحاني اللي ما نجمتش تحضر معنا، كانت نورمال ما باش تحضر، لكن للأسف معناها تعذرت على الحضور.
الرياضة هذه معناها تقدمت بصفة كبيرة ياسر. دنيير ما معناها كنا في دولة الإيران، دولة كبيرة وعظيمة في رياضة التايكواندو معروفة، والحمد لله أثبتنا جدارتنا وتحصلنا على معناها المرتبة الثانية رغم معناها مشاركة العديد من البلدان. هذه الكاس متاعها هذه روحنا بها توا نهار 27 فيفري. البنيات شرفونا منهم إكرام الظاهري، هي معناها صنف أواسط ودخلنا بها معناها مع الكبريات ومعناها واستطاعت باش تربح دو كومبا قدام إيرانيات معناها كبار ومعروفين معناها أبطال العالم، وتحصلت على الميدالية برونزية. فادية الفرحاني ميدالية ذهبية وأحسن لعبة في الدورة، وعنا وفاء بلار زادة ميدالية برونزية، وسندس بن طاهر ميدالية برونزية، وحبيبة الوسليتي ميدالية برونزية. توا قاعدين نحضروا إن شاء الله البطولة العالم اللي باش نتوجهوا للصين نهار 18 مارس، وإن شاء الله نحو المنصة الأولمبية باش نبدأوا ب 2014 الأواسط و 2016 إن شاء الله في الأكابر، ومعناها ياسين الطرابلسي ان شاء الله هذا باش يكون بطل. ياسين ريقلتوا له اموره في الفيزا للمانيا، اموره مريقله ان شاء الله. جاي لتونس وحلم يعني كيفاش؟ والله جيت لتونس لقيت معناها جيت شهر اكتوبر معناها جوسكا بريزون معناها نزلت في تونس، شاركت مع النادي متاعي معناها مشيت لمصر شاركت مع النادي، ومن مصر مشيت. انت اصلا اللي تعيش في المانيا معناها؟ لا انا نعيش في تونس وزوز معناها تونس والمانيا نمشي ونجي. شاركت مع النادي نتاعي في بطولة الأقصر، تحصلت على الميدالية الذهبية كما حكيت لك، شاركت في بطولة الفجيرة إمارات حصلت على ميدالية برونزية، وشاركت في بطولة البحرين تحصلت على ميدالية ذهبية. هذا كل معناه صار في ظرف 12 يوم يعني. ثلاثة ميداليات معناها الحمد لله معناها راح تخدم على روحه وجات النتيجة. شوف فاش الرياضات الفرديه معناها تجيب لنا تاخذ اقل فلوس وتجيب لنا اكثر ساتيسفاكسيون. ولا واحد كلاسي ثاني في العالم تو ثاني في العالم اي تو بالنسبه لياسين هو كلاسي دوزيام معناها في ميزان حسب الراكينغ الاخر نتاع الاتحاد الدولي. بارك الله. وبالنسبه لمشيته للمانيا معناها هذه ان شاء الله معناها داخله في الكوبيراسيون وفي خدمه الجامعه معناها هي اللي جابت الكونترا هذا لياسين ومشى باش يعمل كوبيراسيون معناها ديسبونسور في ألمانيا تبنيوه، وهذه كله تحذيرا إن شاء الله للألعاب الأولمبية اللي بشي شارك فيها 2016. معني خذيت على عاتقها ألمانيا بعد جهد الجامعة التونسية للتايكواندو، خذيت على عاتقها ياسين الطرابلسي وسيف الدين الطرابلسي زيدا عنا ثلاث آخر إن شاء الله ياسين يقعدوا ديما يلعبوا بدربو تونس. بدربو تونس بدربو تونس يلعبوا باسم تونس باسم تونس بطولة الفريق إن شاء الله للألعاب الأولمبية إن شاء الله يغريوه معناها يقولوا نعطيوك الأوراق ونعطيوك مو بلادك كيما ألمانيا تقعد تجري ورا ياسين وتهز فيه وتلعب فيه ليزوبين ودونك معناها نحن دونك الأوبجيكتيف نتاعنا حشنا بينه ياسين يقعد تونسي وان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله يطلع للمنصه الاولمبيه ويطلع بالعالم التونسي ان شاء الله ان شاء الله. على خاطر وقت اللي انت تقول لي هما فما اغريات كبيره نحن معنا كي اللاعب تخليه في معنا موارد محدوده جدا وتشجيعات محدوده جدا يولي هو بيدو يخمم الف مره، لكن هنا النزعه الوطنيه ان شاء الله اكيد ان شاء الله تكون معنا هي الغلط وان شاء الله صوره الاشراف معنا هي اللي تعاوننا وان شاء الله السبونسور ان شاء الله سي رياض عزيز في سلطة الإسراف هو اللي لاهي بالنخبة ان شاء الله رياض معناها يعاون لاعبين ذوما واكيد اللي فما برامج كبيرة بقدرة ربي نعرفهم. كرام ما قلت لنا حتى شيء انت شنو اللي هزيت؟ عملت ميدالية برونز في اوبن فجر تاع ايران ونزلت ان شاء الله بطولة العالم. بطولة العالم قداش عمرك تو؟ 17 بارك الله 17 سنة فما بطولة العالم في الشاينيز تايبي ومن بعد فهمني الترشح للألعاب الألعاب الأولمبية في نفس المدة بينتها منهار إن شاء الله باش نسافر للصين وإن شاء الله فهمني تقريبا مرة الأولى تصير التايكواندو يكون معناها في الألعاب الأولمبية ولا لا مش المرة الأولى معناها من 2004 كانت مشاركتنا معناها بالمدرب الوطني هو توا معانا إن شاء الله معناها في الإطار الفني سي هشام حمدون
و 2008 كانت خولة بن حمزة معني في الألعاب الأولمبية، 2012 زادة خولة بن حمزة، وإن شاء الله 2016 ياسين الطرابلسي. و ان شاء الله على كل حال اذا كان معناها دي ميداي اولمبيك اللي هما يسواو حاجه كبيره معناها في الرياضه التونسيه تنجموا تجيبوهم باذن الله، معناها ما نجموا كان نشجعوكم ونشدوا على يديكم نخلي لكم معناها ان شاء الله تعاوننا سلطه الاشراف. نحن بون حشنا بالواحد البيجي باش تطلع شامبيون اولمبيك، يزمك بيجي، يزمك فلوس، يزمك تحذيرات. هذا البيجي، هذا البيجي نتاع الجامعه 600,000 دينار، 600,000 دينار البيجي هذا الديباس الجامعه، هذا معناها يلزم سلطه الاشراف معناها تتدخل، فهمني يلزم معناها برشا ناس يساهموا في الميداليه الاولمبيه هذه، خاطر معناها حتى معناها فهمني ما نقولوش نحن وزاره الرياضه نتاعنا، نقولوا حتى وزاره السياحه مثلا كيما ياسين الطرابلسي يدور فهمني فوق ال 25 بلاد، كرام الظاهري باش تمشي للصين فهمني باش تلعب بطولة عالم، فما على الأقل 35-40 فهمني جنسية موجودة غادي باش تمشي معناها تشارك في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية، معناها فما كم فهمني هائل من البلدان اللي باش يشاركوا في الدورة هذه، فهمني هذايا فهمني كومباني بيبليسيتير تنجم معناها تشارك فيها وزارة السياحة، فهمني كرام الظاهري بنية صغيرة عمرها 17 سنة فهمني تسافر لآخر الدنيا وتدافع على الدرابو، ياسين الطرابلسي في معناها في المكسيك ميدالية برونزية وعنا 3 ميداليات، يسألوا فيه وين جات تونس معناها فهمني معناها الموقع متاع تونس وين، نحن جينا قبل إسبانيا اللي كنتوا تحكيوا قبل على برشلونة وعلى استاد نتاع برشلونه وعلى الكم الهائل نتاع فهمني الاف المليارات، نحن في التايكوندو في الكلاسمون نتاع بطوله العالم 2013 نحن جينا قبل اسبانيا، يعني نحن تحصلنا على 3 ميداليات، شاركنا باربع لاعبين، نحن فهمني شاركنا اربع لاعبين جبنا 3 ميداليات، اسبانيا معناها شاركت بثمانيه لاعبين ومدججه معناها بالنجوم نتاعها الكل فهمتني، والحمد لله معناها تونس عندها اولادها معناها الظروف فهمني قاسيه شويه، لكن فما نحن بلغتنا فما قلب فما عزيمه فما جرينتا فهمني، معناها نخليو كل شيء ورانا، نحن ما عندناش الامكانيات فما الظروف ماهيش ماشيه معانا، عندنا برشا مشاكل، لكن وقت يلعب ياسين وقت يلعب سيف وقت تلعب كرام وقت تلعب فهمني فاديه فما علم تونس، معناها فما شخصيه فما معناها فهمني فما وطنيه فهمني، علاش قلت لك انا توا فهمني ياسين الطرابلسي قال لك ما نلعب كان معناها فهمني باسم تونس، وبحول الله في الالعاب الاولمبيه نحن هو ياسين الطرابلسي يسمى حلم التايكوندو ان شاء الله يتوج وان شاء الله يطلع على المنصه الاولمبيه، وبحول الله ما يطلع كان فهمني بالعلم التونسي وبالامكانيات التونسيه وفهمني والتايكوندو الكل وراه، معناها خاطر الميداليه اللي جابها ياسين معناها في بطوله العالم الناس كل مشاركه معناها مشاركه فيها، اي واحد عنده علاقه برياضه التايكوندو مشارك بالضبط. في 3 ميداليات اللي جاونا في بيبالا المكسيك 2013. باهي خلي لك اختي معناها مدام بسمه كيفاش تفسر انت معناها اللي ربما في الرياضه نتاعكم خاصه في الرياضات الفرديه ديما فما التالقات رغم ضعف الموارد رغم ضعف التغطيه الاعلاميه رغم ضعف التشجيعات فما الامتياز. فما الامتياز كما قال زميلي معناها لي كاليتي موجودين لي كاباسيتي موجودين، الاطار التدريبي زاد كفء معناها كلهم اساتذه والكل، القلايب هو كل شيء معناها قاعدين كما قال لك رغم الصعوبات ورغم قله الموارد القلايب قاعدين ندخلوا المنافسات ونطلعوا على البوديوم قدام دول معناها عظيمه في رياضه التايكوندو، دي شامبيون اولمبيك معناها دي شامبيون دو موند وفزنا عليهم وكل شيء بالقلايب بالجرينتا وباللي كاباسيتي نتاع وليداتنا، ونتمنوا اللي الظروف هذه تتحسن واللي سلطه الاشراف معناها تحط عينيها على هالرياضات الفرديه اللي قاعده معناها قاعده هي اللي تجيب في الميداليات هي اللي تشرف في تونس هي معناها درابو تونس ديما في التظاهرات هذه الدوليه باللي سبور دو كومبا يطلع الحمد لله يا ربي، وان شاء الله في الالعاب الاولمبيه اكرام نخلي لها الكلمه. شنو كيفاش قرايتك كيفاش توفق بين الرياضه ومتاعك ودراستك كيفاش عامله معناها لاقيه تشجيع من الوالدين نتاعك ولا فما صعوبات كيفاش تنقل تعمل ليسي سبورتيف ولا لا؟ اي نعم ليسي سبورتيف سنين قلت ليسي سبورتيف وصافا معناها نجم نقرا ونترينا وما نسيب لهذا لهذا سي رفيق مدللكم في ليسي سبورتيف بارك الله عليك مدللنا
وما نسيب لقرايتي لانترينمون نترين على روحي ودارنا مشجعينا معناها انترينمون انترينمون قراي قراي وناجحه في دراستك اهم حاجه الدراسه ممتازه سيونس والمعدل هي ماهيش تقرا رياضه معناها تقرا العلوم وموافقه ما بين الرياضه وما بين الجمعه هذه سمين بلوكي كملت اليوم لا ما عديتش خاطر كنت في ستاج بعد نعدي الفافور اللي موجود في ليسيسبورتيف كونهم وليداتنا يمشيوا للي كومبيتيسيون تاعهم ما يفرطوش وكي يرجعوا الحمد لله معناها يعملوا لهم الغتراباج ويعديوا الامتحانات في مده معناها هذيك قيمه ليسيسبورتيف هذيك الافونتاج نتاع ليسيسبورتيف الحمد لله معناها اللي احنا الجزء هذي معناها والنقطه هذي هامه برشا اللي وليداتنا مؤطرين معناها في قرايتهم وينجموا يوفقوا ما بين القرايه وما بين امتحاناتهم وما بين لي كومبيتيسيون تاعهم بارك الله فيك اختي ياسين فما ميداي اولمبيك بقدره ربي معناها تخدم برشا كيفاش شو برنامجك عندك بلانينغ برنامج البرنامج بون برنامج نتاع 2014 موجود 2015 موجود حتى 2016 معناها عندنا لي كومبيتيسيون الجمعه الجايه ان شاء الله نسافر نمشي لهولندا باش نلعب لوبين تاع هولندا خاطر نحنا بالنسبه للرانكينغ يلزم تشارك ماكسيموم في لي كومبيتيسيون دونك فوالا توصل معناها 2015 توصل من السته الاولانيين في العالم ديريكت تتعدى معناها تلعب كاليفي معناها من غير ما تلعب كاليفيكاسيون اولمبيك تشارك ديريكت في الالعاب الاولمبيه هذا ان شاء الله وفما زاد كاليفيكاسيون اولمبيك افريك بالنسبه للي كومبيتيسيون ان شاء الله طاول الاوبجيكتيف تاعنا معناها بطوله العالم 2015 هو الاوبجيكتيف الاوبجيكتيف الثاني هو الالعاب الاولمبيه ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي على كل حال قبل ما نمشيو الكوشن كاي نحن تفضل تفضل معناها نحب نقول معناها ونعرج على معناها التايكواندو كيفاش نجح في تونس دليل ان في ان شاء الله في شهر ماي باش تقع دوره كارتاج اوبن في تونس معناها هذه دوره دوليه فيها الكاليف معناها الرانكينغ هذايا التصنيف الدولي باش تجي معناها الدول من جميع من العالم الكل معناها الدول القويه فرنسا ايطاليا اسبانيا الكل باش متواجدين في تونس خاطر الدوره باش تصير في تونس دوره دوليه ومصنفه عالميا ان شاء الله معناها معناها هذه ديجا صوره تونس في التايكواندو معناها دليل وفي سبتمبر ان شاء الله باش تقع معناها بطوله افريقيا في تونس زيدا ان شاء الله نكونوا معاكم باذن الله في التغطيه كذلك فما تظاهره غدوه باذن الله الماستير نتاع الواتر بولو سي توفيق العياري بعد ما عمل الماستير نتاع السباحه اليوم من جديد يجمع ان شاء الله غدوه في المسبح نتاع رادس انطلاقا من الساعه 10 صباحا الاقطاب اللي عرفتهم الرياضه هذه الرياضه هذه اللي في للاسف برشا انديه ماهاش موجوده سي توفيق معايا على الهاتف سي توفيق مرحبا بك مرحبا اخ عدنان مرحبا بالمشاهدين لقناه الزيتونه الفتيه أكثر في الرياضات الفردية ونشجعوا فيهم ستوفيق السباحة والتايكوندو وكوشينكاي نقدر نقولوا ونشكروا للقناة هذه اللي الرياضات المغمورة والرياضات الأولمبية يعني تقع حظها في هذه القناة وذلك يعني دليل كون القناة هذه تعتني بكل الألعاب وخاصة الألعاب الأولمبية المستهجنة الألعاب المستهجنة فشكرا جزيلا لكل العاملين في هذه القناة من الفنيين والفريق الجمعية للرياضة بارك الله فيك توفيق بارك الله فيك توفيق طبعا بعد نجيو لك الفيزيت ايموفونت اللي عملناها العائله نتاع المرحوم علي الغربي فقيد السباحه التونسيه نخليك تقدم ساعه التظاهره نتاع غدوه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله غدوه يعني فما كان فما وعد شخصيا للاعبي كره الماء بعد ما نجحنا في تنظيم الدوره الاساسيه في ماستر في النتاسيون لقت نجاح كبير ان شاء الله غدوه عندنا موعد كبير ان شاء الله الحضور ان شاء الله قرابه 80 لاعب قدامى من اعمار تتراوح بين 30 الى اكثر من 70 سنه وهذه لما عائليه كما نقولوا لي روتروفاي نتاع لي ناسيون اللي كانوا مجد كره الماء وكانت كره الماء تلعب في احواض في على عند يعني شاطئ البحر والان اصبحت عندنا مسابح واسفا واسفا اقول ان الانديه اللي هي يعني تشارك في البطوله الوطنيه ما تقدرش تتدرب في المسابح اللي عندنا المغطاة هذا قوس ونسكره اذا غدوه ان شاء الله موعدنا وان شاء الله قناه الزيتونه كالعاده كما عودتنا ان شاء الله تواكب هذه التظاهره ان شاء الله بدايه من الساعه 9 تجمع لاعبين وما فماش الوان ما فماش انديه يعني جينيراسيون اجيال تعاقبت على هذه اللعبه وان شاء الله غدوه يكون يوم عيد
وش نفرحوا ونفرحوا عائلة المرحوم زاد في هذه الظاهرة باش نذكروا بخير إن شاء الله، وإن شاء الله فرحة تأم هالعائلة، وإن شاء الله خير اللي شادوا الفتيار اللي والحق يقال يعني كان عليه أثر على الناس اللي كانوا حاضرين، ونتمنى إن شاء الله الأخوان يعني يكونوا عندهم رد فعل إيجابي حول هذا الفتيار. سي عدنان الفتيار سي توفيق، رغم اللي سهرنا برشا معنا العائلة متاع المرحوم علي الغربي، نقول لهم إن شاء الله نهار ثلاثة باش يتعدى انطلاقا من الساعة 9 ليلا، وفما روديفيزيون غدوة بإذن الله انطلاقا من الساعة 3، هما نجموا يتفرجوا فيه انطلاقا من الساعة 5، على خاطر معناها أنت شفت معايا كان سيونس شتالي موجود، كانت سي هاني موجود، سمينا سي توفيق اللي حضروا معكم اليوم. والله كان طبعا المسؤول الممتاز المتميز في تونس السيد يونس الشتالي، أقولها بملء الفم، كان حضوره إيجابي وتأثر جدا بملء الدموع متاعه، وكان موقف مؤثر جدا. الأستاذ رياض عزيز اللي هو مدير النخبة ومثل السيد وزير الشباب والرياضة مشكورا في هذه اللمة، كذلك الدكتور هاني طقطق وهو ابني سباح قديم، وكان هو من ضمن الحاضرين وواكب المسيرة الموفقة للسباح البطل المرحوم علي الغربي. إذا كذلك السيد محمد المحجوب وهو المدير الفني السابق أو المديرين الفنيين اللي واكبوا يعني بداية المسيرة الرياضية الموفقة للسباح علي الغربي، وكان هو في حالة يعني تشوفوه يعني تشوفوه اللي هو يعني يتعمد وحب يحضر في هذه اللمة هذه، رغم اللي هو كان يعني صحيا كان يعني مش في صحة جيدة كبيرة، وتنقل إلى دار علي الغربي حتى يحضر هذه اللمة ويفيد بعض الذكريات. إذا إن شاء الله الفتيار هذه تاخذ حظ، ومشكورا ان شاء الله ان شاء الله. معناها نقول معناها للي مغرومين بالرياضه التونسيه ككل يتفرجوا في التحقيق اللي قمنا به في مع عائله علي الغربي، نتفرجوا في ربما نقول انا لانغراتيتود دو سبور، وقت الانسان يكون واقف على سقيه كيفاش يحطوه على عناق علي الغربي اليوم وقت اللي توفى العائله نتاعو في ما نجمش نوصف لكم، ما نجمتش نكمل انا التحقيق، خرجت في الاخر عائله في وضعيه صعبه جدا جدا جدا. بنت علي الغربي اليوم باك بلس 5 وعاطله على العمل، ابنه مريض معناها تو تشاهدوا معناها تقريبا يوزن 150 كيلو، والام ومسكين معناها نفسانيا وضعيه كارثيه، والام قاعده قاسي تو تشاهدوا على كل حال وضعيه كارثيه. وعندنا وعود اللي نقول لك بعد ما صارت الحصه اللي سجلناها توفيق اتصل بنا رئيس اللجنه الاولمبيه، يبدو ان الاصداء وصلت واتصلوا بها عده مكالمات، وقالوا مستعدين باش يعاودوا يرجعوا لدار المرحوم علي الغربي وباش يقدموا الدعم اللازم ان شاء الله. المره هذه نحن بيدنا فما مبادره ان شاء الله جايه سي توفيق، بارك الله فيك سي توفيق. شكرا وتجديد تشكراتي لقناه زيتونه والاخ عدنان، مع الشكر. بارك الله فيك، نتعداو سي يعيشك سي توفيق، بارك الله فيك. سي صادق سهرناك، شنو اللي صار في الرياضه نتاعكم في الجامعه نتاعكم؟ انت اسست الجامعه هذه ثم جاتك الفتره ما بعد الثوره اللي ربما طالبوا معناها اعاده الانتخابات في الجامعات، فكان كانه نكران جميل تجاهك، وكيفاش خذيت العمليه؟ والله يعني نتاسف على الرياضات الفرديه اليوم كي نشوف معناها النتائج نتاع التايكوندو لهنا، كيفاش وايضا رياضه الكاراتيه وايضا الجيدو معناها السبور دو كومبا اللي هما هذوما الرياضات هذيه، البيجي نتاعهم قال 600,000 دينار، 600,000 دينار معناها فما تقريبا راهم عندهم 20,000 لاعب يلعبوا لهنا في التايكوندو. قداش عندكم مجاز؟ ايه عندنا فوق ال 15,000 15,000 ايه. خاطر هي رياضة التايكوندو من حيث عدد المجازين تجي الثانية معناها بعد رياضة كرة القدم. ولكن راه فما 5,000-6,000 اخرين اللي هم يلعبوا لكن ما نجموش حتى يدفعوا فلوس للاجازة. معناها شوف البيجي نتاعهم 600,000 البيجي نتاعهم 600,000 دينار. لو كان نحسبوا اليوم للالعاب اللي هما سبع جامعات من جملتها التايكوندو والكاراتيه والجيدو والكيكوشينكاي، تو ما نلقاهمش معناها البيجي نتاعهم في جمعيه برك نتاع الترجي او نتاع جمعيه اللي تعمل. لا ما نلقاهمش في دعم نعطيه النادي مش معناها. ورغم هذا الكل هاك شوف النتائج كيفاش تجي، معناها في التايكوندو مشكورين برشا على النتائج، معناها انبهرت بالنتائج هذه. وكي نقولوا معناها سياسيين كيفاش مش تحضر الميداليه الاولمبيه، معناها احنا نعرفوا انا عشت 30 سنه راه في اوروبا وفما التحضيرات، راهم الاوروبيين راهم ما يرحموش في التحضيرات
ولذا معناها ما نجموش نقولوا ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما ان شاء الله راهو فهمت لا يلزم حوايج ملموسه. هذا مثلا نقول انا نقول مثلا على الاقل راهو يمشي أربعة خمسة ستة شهور في السنة يمشي يعيش في كوريا، لأن هي 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 المعبد نتاع هي الأساس اللي هي نتاع الرياضة هذه، ويلزم يتدرب على الطريقة الكورية فهمت لي، وتتكفل به معناها سلطة الإشراف كما قال الممرن نتاعها، وتكون فهمتني ولا عنده باش يعرف فما برشا حوايج، إلا ربما هو أول حاجة يبعد على المشاكل الاجتماعية والحياة الانتوراج نتاعو ويركز يدخل له المعسكرات اللي هما عندما دخلت المعسكر أربع سنوات ما خرجتش من المعسكر، وعنده معسكرات معناها جي في الغابات وغيره، ويخصص معناها تمارين خاصة، وهذا معناها ما نجمش يعمل الجامعة ما تجمش ما عندهاش بيجي باش تعمل الشيء هذا، أهله ما عندوش الإمكانيات باش يعملوا الشيء هذا، ولذا هي سلطة الشرف لو تعرف هالرياضة هذه وتتعمق شوية في الرياضة وتحط ناس أيضا يفهموا الرياضة هذه فهمتني لا كيفاش التحضير للميداليات الذهبية أو بطولات العالمية. اليوم الجيدو معناها عنده 60 سنة 70 سنة، هنا ما عندناش برشا أبطال عالميين في الجيدو، لكن فهمتني لا الجيدو متطور في تونس، لكن ما فماش معناها كيفاش توصل عندنا معناها إقبال كبير على رياضات السبور دو كومبا. وتونس معناها نجم نقول لك بالدول تنجم قلت لك معناها احنا جينا قبل اسبانيا، اسبانيا راهي فيها تقريبا 80 مليون ساكن، احنا مازلنا 12 مليون ونجيو نجمش تصور نجم ونغلبوا اسبانيا في الكور، لكن في الرياضات الفرديه نغلبوها. ايه معناها لو كان تزيد شويه معناها اهتمام وربما امكانيات اكثر معناها تونس نجم تعمل حاجات كبيره ياسر في الالعاب الفرديه. سي ساده انه ايران في رياضه التايكوندو كلاسيه معناها الثانيه بعد ايران اللي هي تعتبر الام معناها نتاع التايكوندو، الميداليه البرونزيه في بيبيلا المكسيك 2013 اللي تحصل عليها ياسين الطرابلسي كانت على حساب الايراني. الايراني هذا توا كيف مشاو المنتخب الإيران غادي اللاعب هذا مخصص له إيران بيجي تاع مليار و300 دينار تونسي، وانتر بارونتيز معناه واحد إيران البلاد يمكن الوحيدة اللي في العالم اللي عندها وزارة الألعاب الأولمبية، معناها فهمني ما عندهاش وزارة الرياضة، عندها وزارة الألعاب الأولمبية. نحن عندنا وزارة الرياضة والمرأة والشباب وما نعرف شنو باش يزيدوا معاها كبار وسمو سنين. معناها أنت شوف اللاعب هذا يا عدنان مخصص له معناها إيران معناها فهمني مليار و400، هذا فهمني كانت الميدالية نتاع ياسين على حساب الإيراني هذا انتصر عليه 2-1 ياسين. مريت أربعة أربعة اثنين كرت انتصر عليه فهمني ياسين 4-2. فيك صح سي صادق خضر جماعه قولوا لي على الوقت لو نتحدثوا على الموضوع نتاعك انت كيفاش كانت العمليه كيفاش خديتها انت معناها تو اليوم تقول لي معناها حتى اصبحت معناها كانك فما تهديد لشخصك معناها لا هي احنا عملنا احترمنا اسست الجامعه هذه واحترمنا المرسوم 66 اللي هو قال معناها الجامعات الكل لازمها تعمل الانتخابات تعرف هو 15 جان في 2012 عملنا الانتخابات تحت اشراف اللجنه الاولمبيه تحت اشراف لجنه الانتخابات بحضور اعلاميين مكثف كل الممرنين ورؤساء الجمعيات كانوا حاضرين في هذا ونقحنا القانون ايضا كما قال معناها كما طلبت معناها سلطة الإشراف اللي يلزم كلهم ينقحوا القانون قبل الانتخابات وعملنا هذا الكل في مجال أمور قانونية و15 جان في 2012 كانت الانتخابات وترشحت أنا على رئيس الجامعة من جديد مرة أخرى دي ما رعنا إلا 16 جان في معناها نهار بعد الانتخابات جي تفقدية واحنا ما قلقناش التفقديه لان احنا البيجي نتاعنا وصلنا اول عام نذكر 2004 تاسست الجامعه هذه جديده معناها مع زاد ما عندهاش بيجي نجم نقولوا وهم وقت اللي قلت لهم يودي راهو البيجي هذايا ما تنجمش تكون بها ابطال قال لا انت ماكش مطالب العام الاول والثاني والثاني حتى باش تعمل بطولات لكن احنا من اول السنه لعبنا وجبنا بطولات كانت 35 مليون البيجي نتاع جامعه كامله هذا يا سيدي نقول لك فهمت لا باهي 16 جان في جي التفقدية للجامعة وخليناهم يخدموا أعطيناهم كل الإمكانيات باش يخدموا على راحتهم لكني ما رعنا إلا جابوا استافيت وهزوا الأرشيف متاع الجامعة ومتاع الرابطة في سوز الكل كل الأرشيف الكل معناها معناها حاجة
كلنا معناها قعدنا حيرين علاش تهز في الارشيف الكل، فهمتني ليش؟ لو انت تحب تطلب مراقبه وفم قوانين تاخذ جرد تستدعي رئيس الجامعه تستدعي رئيس الرابطه تتفق معاه شنو الوثائق اللي انت في حاجه ليهم، وهذا معناها امور معروفه. هذه من الاغلاط اللي صارت بعد الثوره، صارت في برشا اماكن، صارت في التنس كلوب، صارت في عده جامعات، معناها غلط اغلاط تاريخيه. علاش الدهم هذا الكل؟ هي معناها ماكش ديوانه انت، احنا راهو الجامعه هي وزاره، هي تابعه للوزاره، وتعرف انت معناها شنو البيجي احنا بتاعنا كلها باش تشوف انت لا باش تجي تعمل لنا التصرفات هذه، تعاملنا بالمعامله هذه، الا احنا اكثر ممرنين، وانا نعرف اللي زار مارسيو الكل سواء في الكيكوشينكاي او في التايكواندو ولا في اي رياضه، نعرف اغلب الممرنين راهم يزيدوا في الفلوس من جيابهم، راهو معناها احنا عندنا الممرن بتاع الفريق القومي جبناه من توزر عاطل على العمل يدرب كاري منها دار 300 دينار في الشهر. معناها شوف احنا شنو نعانيو في الممرنين، اش قاعده تعاني، معناها اكثرهم قاعده الناس تزيد من فلوس وتعمل لنا في الاخير ونخدموا احنا مجانا، نحن عندنا جامعه كامله وفما عندنا في معناها الغرام، وعندنا زوز قضاه في الجامعه هذه، وعندنا اساتذه جامعيين، وعندنا ناس معناها في مستوى عالي، وتجي بعد فهمت اللي تدهم عليهم وتفك لهم الارشيف هذا نتاعهم الكل، وبعد تجي تقول له شوف فهمت لا راهو فما اوراق ناقصه وفما وثائق ناقصه وفما نقص تجاوزات ماليه واداريه، ما عندك حتى مرجع انت، كيفاش انت باش تدافع على روحك وانت وبعدها ايش يعمل؟ يمشي يبعثوا للقضاء ويقول انا طالب السيد هذا فهمت لا بالمحكمه، فهمت لا، لكن انت علاش هزيت لي اوراقي؟ فهمت لو كنا احنا من الاول كنا نحكي ورينا شنو انت شنو طالب وشنو اللي بقيتوش وشنو الناقص، وكنا نحكيوا مع بعضنا وكنا نلقاو الحل، فهمتني لا، خاطر ما فماش حاجات معناها نتصور اللي انا هي اللي هولوها وعملوا معناها تمثيليه كامله، معناها هذا اللي هو تصدمنا، وبرشا ناس معناها خدمه مجانا، ونعرف انا زملائي اللي في الجامعه خدموا معناها عديد السنوات مجانا وحببناهم في الرياضه هذه، وهم معناها انسان قاضي او استاذ جامعي ما عندوش معناها يحب الرياضه يحب يعاون يحب يخدم حاجات نقولوا احنا تطوعيه، ويشوف انه معناها الشباب يجيب في ميداليات لكني ما عندوش امكانيات، احنا الاولاد ربحوا معناها ما نجمش نقول لك شنو ربحوا معناها ميداليات كثيره، لكن ما نجمناش نقولوا حتى اعطيه 500 دينار ما عطوهمش، معناها حاجات معناها باهي عملتوا شي حاجه مع ناسي صدق مع الوزير الجديد اتصلتوا شي بيه وقعش الاتصال باش يقع معناها اعاده النظر في هذه التتبعات في هذه القضايا؟ هي الان الكل عند القضاء معناها، لكن ينجم يعمل برشا حوايج، ينجم يرجع الامور الى مجاريها، على خاطر حتى علمي حتى الشخص اللي كان موجود في الوزاره المختص في القضايا هذه وقع الاستغناء عليه، معناها يضرني انا حسب رايي انا صفحه تتوات بسلبياتها بايجابياتها. صحيح ان شاء الله الوزير الجديد فهمت له انه هو خاصه انه هو رجل قانون وقاضي يعرف الامور هذه، وتحدثت معاه وقابلناه في مناسبه معناها اللي هي احنا مش مناسبه هذه ما مشيناش بالذمه هذه، مشينا له في احنا الباقي نحبوا ننشطوا ونحبوا الرياضه نتاعنا، وان شاء الله عندنا بطوله عالميه مش تجي في السنه هذه اللي هي مش تجيب تقريبا 1000 لاعب ولاعبه، في مش في اختصاص برك في الكيكوشينكاي، لكني هنا موجوده تقريبا 15 اختصاص، معناها حتى الجامعه نتاع التايكوندو تنجم تشارك فيها، لانه فما برشا حاجات اي رياضي في الليزار مارسيو ينجم يشارك فيها، فما كيما الكاتا فهمتني الكاتا ارتستيك، فما كومبيتيسيون شامبيونو دي موند في الكاتا اول ستايل، معناها اي ستيل ينجم يلعب، معناها ما فماش مش مقتصر كان معناها البومسين انتم تقولوا في مزيان في الواحد، معناها مش لازم باش تعمل انت كان الكارتا هذه نتاع الشوتوكان ولا الكيكوشينكاي، هذه كل واحد يجيب الكاتا نتاعه ويلعب الكاتا نتاعه، فما حكام مختصين يفهم معناها شنو معناها هذه، معناها تقريبا اكثر الجامعات اللي زار مارسيو نجموا يشاركوا في هذه. انا هذا قبلت السيد وزير الشباب والرياضه للواحد ورحب بالفكره هذه واجبدنا شويه على الموضوع هذا، وان شاء الله باذن الله احنا متفائلين كل خير، ونعرف انه هو رجل قانون ويعرف الحق ويرجع معناها يعطي كل حق حقه، فهمتني ولا ان شاء الله السي صادق على كل حال وعندنا ثقه فيه، فهمتني ولا، وثقه في القانون في القضاء ايضا نفس الشيء، ما احناش متخوفين من اللي صار، الكل تجاوزات كل ما خافوش منها، لان نعرف روحنا شنو عملنا وشنو عندنا وشنو ما عندناش، لكني احنا ربما مش نطالبوا هالتفقديه علاش عملت هالشيء هذا، علاش معناها تعتدي على ناس فهمتني ولا اللي هما خدموا فهمتني لها الرياضه هذه الجامعه هذه كونها احنا معناها بمالنا الخاص معناها صدقني انا معناها سي صادق انا معناها قدامك انت ميت في الرياضه هذه وميت في الرياضه التونسيه، وقت اللي تيقع التصرف معك بالطريقه هذه
معناها تصرف ما نجم ما نجمش يقبلوا انسان رياضي في عوض تعطيه امتياز وفي عوض تكرمه الراجل هذا اللي يخدم الرياضه هذه اليوم تبعث له وتحطه قدام القضاء. على كل حال ان شاء الله باش تكون موجود معنا في مناسبات اخرى نشجعوك ونشجعوا تايكواندو وكل الوخيان. سامحوني معناها الوقت يقولوا لي معناها الوخيان فما الفي تي ار باش يولي ما عادش عندنا حتى وقت. بارك الله فيكم اللي شرفتونا وباذن الله نوعدكم ان شاء الله باذن الله تكونوا موجودين معنا في مناسبات اخرى وتجيبوا لنا الميداي ان شاء الله. يا عدنان ان شاء الله نحب نتمنى حظ سعيد لياسين ترابلسي الدوره الجايه في هولندا ان شاء الله يطلع بها في الرايكينج نتاعو معناها باش يولي الاول في التصنيف الدولي. نتمنى حظ سعيد لكرام الظاهري في بطوله العالم في الشاينيز تاي بي وان شاء الله زاده في الكاليفيكاسيون تاع الالعاب الاولمبيه في الشاينيز تاي بي وان شاء الله معناها نحن نحبوا التايكوندو يزيد يطلع البيدجي يزيد فهمني يكبر وماذا بينا معناها الرياضه هذه تاخذ الحظ فهمني نتاع معناها فهمني تاخذ سا بروبر فهمني فالور خاطر فهمني تستحق اكثر من هكا ان شاء الله بقدره ربي. بارك الله فيكم على الحضور نتاعكم. نمشيو مباشره للتحقيق اللي عملناه في بيت المرحوم علي الغربي. مانيش باش نلوم برشا على العباد لاني كنت منفعل برشا على الناس اللي ما جاتش. كنت منفعل على العائله نتاع السباحه التونسيه وكنت غاضب على العائله نتاع السباحه التونسيه ربما كي ما جاوش خير لانه بعد وقت اللي شفت البيت ما كانش فما مكان باش تقعد العباد. عائله في وضعيه حرجه للغايه. نخليكم تكتشفوا الحقيقة المرة لما بعد الرياضة بالنسبة للرياضي التونسي. يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب. يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب. الحب فرح الناس يا ويلو ما بيحب. خلقنا سوا ربينا سوا عدروب ومشاوير. نهب الهوى نبقى سوا وما بتروح لعصافير. يا سيداتي ورسي سيداتي أهلا وسهلا بكم. عودناكم نمشيو الأبطال متاع كرة قدم. الناس اللي تألقت في الرياضة ما فماش كان كرة قدم، فما سباحة فما ألعاب القوى فما عشرات وعشرات رياضات. اليوم جبناكم البيت متاع بطل الرياضة في تونس اقترنت باسمه هو باسم محمد القمودي باسم مريم ميزوني. جينا باش نعملوا هوماج للمرحوم علي الغربي، لكن لو ما جاذي ربما تو تكتشفوا معايا خلال الحصه اللي نحن معناها باش نكتشفوا وضعيه حرجه جدا تعيش فيها العائله. قبل ما نمشيوا للوضعيه هذه خلينا نتحدثوا على التالقات على الافراح على شيء اللي عايشه علي الغربي للرياضه التونسيه ولل الفرحه اللي دخلها العائلات التونسيه دخلها لنا الكل. خلينا سعداء اكثر من مره بالتتويجات بالتالقات. تو تكتشفوا كيف الضيوف نتاعنا اللي جاء مرحبا به واللي ما جاش طبعا نحذفكم في البلاتو. عندي برشا كلام باش نقولوا. على كل حال سعداء باستقبال الضيوف الكل معنا، الزوجه نتاعو معنا، بنته معنا، العائله الكل. ضيوف باش يكونوا سجالا. نخلي سي توفيق العياري ساعه يبدا يحطنا في الاطار ويقدم لكم هو شكون الضيوف نتاعنا ساعه. شكرا اخي عدنان. مناسبه سعيده كونه قناه الزيتونه الفتيه كانت اعطت الرونق الجديد اللمه العائليه بداية من كرة قدم وأبطال كرة قدم القدامة، فنشرحت الصدور لهذه الحصة. وكان الحضور اللي كان معاك في الحصة هذه الناس اللي أعطاوا الرياضة التونسية كمنطقة المسؤولية، وهذا مش غني عن هذا التعريف سيد سيونس الشتالي وبحذانا اللي هو تاريخ الرياضة التونسية، كذلك سي جوب اللي أول مدير فني عاش المرحوم. الجاية هذه اللي جيناها اليوم تعبيرا منا على أننا دائما نشتاق للشيء اللي عمله علي الغربي. ان حضرت في نقدر البدايه نتاعه وقت كان لوزاندر سوني يعني فيه في بدايه علي الغربي اللي كان فما يعيطوا له الجاكوار كما قال خور هنا بحذنا توا
طبعا اللي كان تاعي الغربي سي محمد يعرفهم اكثر مني انا، لكن اللي ظاهر لنا العيان كان من احسن العناصر حتى العالميه في خصوص الامور الفيزيولوجيه، لانه كان يمتاز بالفيديو ماكس نتاعو، وكان يمتاز بالرجوع للبدايه يعني الروبو، يرجع الروبو للقلب، كان ممتاز جدا. وبالتالي وجودنا هنا اليوم هو نفكروا كذريات الحلوه، ذكريات الحلوه نتاع علي الغربي، حتى الميداليات اللي الحين نشوف فيهم الان نقدر نقول يعني قطره من البحر. شيء توفيق بربي. انا غايدتني حاجه سمحني، معناها ناخذك على الطاير البارادوكس، معناها في الدنيا هذيا وفي الانغراتيتود نقول في الرياضه خليها على حسابي انا. وسام ملولي الوالده نتاعو تو نهارين ولا ثلاثه تجي الفيدراسيون على 70,000 دولار والدنيا قامت. اليوم علي الغربي، خلينا ناخذكم على الطاير، معناها تشوفوا تو بعد تشوفوا الحاله معناها نتاع اللي نحنا فيها. 70,000 دولار علي الغربي ما يتذكروهش، معناها الانغراتيتود نتاع الرياضه. لولا معناها المبادره هذيا تو نشوف معناها وزير الرياضه مشكور، معناها اللي بعث سي رياض واعتذر كم شي يجي هو. لجنه اولمبيه معناها الرئيس السابق لجنه اولمبيه موجود، اما اللجنه الاولمبيه الحاليه حتى حد ما موجود، رغم اللي خبرنا وقلنا رئيس اللجنه الاولمبيه رانا باش نجيو لدار علي الغربي. كي تقول علي الغربي تقول الرياضه التونسيه. معناها ناخذك هكا على خاطر غاضتني برشا، وقت نشوف ناس تعارك على 70,000 دولار وناس فينا وضعيه عايشه. معناها نخليك ونتعدى لسيونس، معناها يعيشنا مانيش ما ناخذك على المشاكل سيونس، احكي لنا على علي، خليني انا على حسابي المشاكل. والله ليك. والله ما نلقاش كلمات باش نعبر شنو اللي شعرت به توا كي جيت دار المرحوم علي الغربي. نتفكر انا مليح علي الغربي كبطل، وبطل جاء في فتره اللي كان تونس الكل متلفته لمحمد القمودي، من 64 من 62 نجم نقول لك حتى 76 ما صارتش، ما تعرفوا الاسباب، فريق كامل باش تكون خذا المشعل على القمودي باش يجيب الميداليات لتونس هو علي الغربي. ولكن ما نلقاش الالفاظ باش توا كي جيت وشفت قد ما سمعت على وانت حكيت لي على الموضوع وعائلت علي الغربي وعلى عائلة توا كي جيت ما نلقاش الالفاظ باش نعبر ما نشعر به من اسف ومن حزن. مش مقبول هذا. نعمل نداء واوسي رياض هنا، نعمل نداء للسلطات باش يتلفتوا للعائله هذه، العائله هذه اللي جابت البطل هذا وربي قدر عليه باش هو توفى ونشوف جوزته وبنته تبارك الله واخوه وكذا. فوين احنا توا موجودين في المكان الموجودين، وكنت نسمع في جوزته الحق يلزم بسرعه السلطات، وكنا الكل نلقاو الاجراء الحاجات اللازمه باش يخرجوا من الوضعيه هذه. هذا شنو نجم نقول. يعيشك سيون استون، نرجعوا من بعد معناها الوضعيه هذه مع المدام تاعو، مع معناها زاد بنته لي باك بلس 5، نذكركم معناها العائله هذه خرجت معناها فتاة باك بلس 5، وعلي الغربي مع الرياضه خرج معناها البنيه هذه، والمريض زاد يرجع لامها اللي ضحات وناضلت في وقت اللي هو تعب وقت اللي هو مريض. نخلي تو نتحدثوا على الوضعيه الاجتماعيه اكثر، باش ما يقولوش شي سوسيال برشا. هذه الناحيه السوسيال في الرياضه هي هامه جدا، لانه الرياضي اللي يعطي الرياضي اللي يعطينا الفرحه اللي خلينا يمتعنا من بعد اللوحوه، ما نستعملوه ولوحوه، هذا هو معناه اللي بنته هي بيده في البوتريمون نتاع الرياضه التونسيه. اللي يحب ما يتنكرش علي الغربي يتذكر العائله هذه. خليك التوفيق انت تعمل الانيماسيون نتاع الناحيه الرياضيه باش ما يخش الناس يدوروش معناه يقول لك. شكرا اخ عدنان. طبعا سي محمد معانا اللي هو يعني ذاكره نتاع تاريخ السباحه التونسيه، وهو اقدر اقول لسي محمد محجوب واكب الفتره الذهبيه تاع علي الغربي. طبعا علي الغربي فتره سي فؤاد المبزه اللي هو دائما يذكر بخير، وتسمع بالموضوع هذا كان يكون معانا ان شاء الله كل ما على خير. لكن سي فؤاد المبزه يعرف وقت اللي كانت فما علي الغربي ومريم ميزوني توقع الالعاب الافريقيه في الجزائر، كان تونس تبدا في المرتبه السابعه ولا المرتبه السادسه، تدخل السباحه في الدوره، وعلي ومريم يجيو يقدروا يجيبوا حدهم ما بيناتهم 14 15 ميداليه ذهبيه، وبالتالي ترتع تونس الى المرتبه الاولى. وكان يعني كانت مرتبه السباحه في الفتره هذيك فتره ذهبيه جدا، كان دايما مريم علي، وبعد ولا عندنا سمير، وبعد سنده، وبعد فادن غطاس، وبعد يعني المجموعات هذوما. لكن من البدايه فما علي
ومريم مع بعضهم كانوا دائما في الألعاب العربية أو البطولة الإفريقية دائما تونس في المرتبة الأولى على الطلاق. وبالتالي سي محمد يمكن يعطينا نتيموا باش يعطينا فكرة زادة في ولو في فترة موجزة التألق بتاع الغربي منين جاه وكيفاش وصل للمستوى ذا. تفضل سي محمد. سي محمد محجوب اللي هو مدير فني سابق وواكب علي الغربي. شكرا. علي الغربي اللي كان يسكن قريب الشط وكان كل ايامات فراغ نتاعو تلقاه في البحر يعوم. ومناسبة انبعاث مدرسة السباحة بعد بناء المسبح المنزة من الشبان يبرزوا على الغربي، ولكن كانت عنده نقايص فنية لباس بها. يجي يقول لي أي مشون تعلموا البراس، معناها موش مكان الناس اللي يحشم على النقايص الفنية. نهبتوا في المسبح الصغير ونعموا البراس، حتى بعد مدة ولا يعوم البراس ربما أحسن من مغطسين. عاد يجوني بجاهر بس محمد ما تخليش يوم معنا المدين براس. أنا أقول لهم لا شوهم معكم وغلي يغلبكم حسينه. حيث بدأ من مدرسة السباحة وتميز بسباحات مختلفة واختصاصات مختلفة، وبعد الشراك بتاعه الدولي كان في إزمير. إزمير احنا متحذرين المشاركة وكذا، واحد زاد تعليمات يعني الغربي ما عندوش بلاصه ما يشاركش، هو مازال كيبدا. بعد إزمير بدات النتائج تبرز من يوم الى اخر. وحاجه اللي كان يمتاز بها علي الغربي هو انه ما يعيش، تقول له بعمل المسافه الفلانيه يعمل يزيد عليها. وحركاته لبس بها. من مره نحضروا في بطوله شمال افريقيا، طلعت له دمالة كبيرة ونحن نحضر في التمارين واحد كذا، نلقاه وقت كل ما نخلته يد مخبية ولكن هو ما نقفش من التمارين. عاد قلت له يا ودي ايش تعمل انت، خلينا نشوفك شوف نلقى فرانك اللي هي بيدها في ايده. ما حبش يبطل التمارين. وغلبني باش يكمل التمارين تاعه. بقى من نوادر علي الغربي انه كان شيطان من صاحب النكتة ديما يضحك. نمشيو في طرابلس في فان روما رسمي، كنا كل عام نعديو 15-20 يوم. هادي نهار احنا في اجتماع وهو طلع للكوزينة نتاع تاع الليسي اش عمل؟ خذا 100 عظمة كسره معمل أومليت.
يا ودي ايش تعمل؟ احنا مازلنا كي خلطنا من الاجتماع. يا ودي ايش تعمل؟ لا خلي شيف كوزيني اصله تزيري هو اللي رخص لي مش بقى في بطولة افريقيا في القاهرة يغلب الناس الكل ويقعد يعبي فمهم بالماء و يدوش عليهم اما كما قلت كان في البطولات ما جدية كلها عملوا كان كانت ظروف الاجتماعية والمالية بالأخص كانت معمولة لكن علي الغربي يسجل أرقام ما فماش في إفريقيا عوامي يعمل كيفها. هذا ملخص هذه فايدة غير مفيدة كما قلوها من بعد فينومين علي الغربي للبدن فيزيونومي تبارك الله نتاع علي الغربي على خاطر هو سر معناها والباتمون نتاعو والدنيا كل معناها ذاته نتحطوا عليه خالص الرياضي اللي هو ولد حومه تقريبا معناها يراه عنده نادره باش يقولها لنا شكرا ساعه اول ذي بدا نحب نحيي عائلة المرحوم علي الغربي بداية بزوجته بنته خاصة أخوها بشير اللي الحمد لله يعني حصل لنا الشرف وتعرفنا على بعضنا كي كنا صغار في الطفولة كي كنا في سلام بنصيف وبشير تتفكر والمرحوم يعني نحمل عليه ذكريات طيبة وطيبة جدا كان يعني عنده نوعا ما من الإنسانية ما تتصفش اللي كان في مكتوبه ما كانش ليه كان لأصحابه قلبه كان كبير برشا وكان يعني عنده زادة دقري نتاع مؤازرة اجتماعية ما عندكش فكرة يعني ما كان يرحم ياسر وكان يشفق ياسر والأمثلة عديدة لكن أنا نحب نحكي لخياني ذرلي بشير يتفكر كان فما صياد في الكرم في القرية يسكن وكانت عنده فلوكة ويخدم عليها وفما نهار ضربته بالفلوكة شقف تضرب غرق بها وذاك رأس ماله وعليه كان على الشط قدام دارهم تخلوا واحد اخر صاحبه وانا نسيت اسمه شكون تخلوا المسافه ماهيش قريبه راهي بعيده برشا في البحر ولارش وتخلوا وقتها خرجوا الصياد ومنعوه وخرجوا سلاح ولا تفكرتوا يعني ما كانتش العمليه ممكنه يعني مجازفه كانت وتحامل على روحه وتخل وجاب سلاح وخرجوا ومنعوا فمدي خاطر سلاح كان متشبث بالشقف نتاعو متشبث يعني بالفلوكة وهذيك مولد رزق نتاعو ما تعرف شنو الاحساس يعني كان هذا مثل بسيط من روح الإنسانية اللي كانت عند المرحوم والحديث يطول 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 برشا على يعني شخص عليه المرحوم علي الغربي ومش انا وحدي باش نقعد نحكي لخيان الناس الكل موجودة هنا واللي ما همش موجودين معنا واللي عندهم اعذارهم نقول انا ان شاء الله يعني الله يرحمه واليوم احنا كوزاره وشخصيا جيت مثل سيد الوزير اللي يبلغ تحيه للعائله نتاع المرحوم وخاصه زوجته وبنته واخوه وسيد الوزير ماهوش غريب عليه عائله الغربي كان كيف كيف زاد يسكن بجنبهم حسب ما حكى لي البارح وعدني يعني شخصيا باش نبلغ العائله نتاعو انه باش يقوم بزياره شخصيه للعائله نتاع علي الغربي شخصيه بما وراءها من معاني وللحديث بقية إن شاء الله في موضوع هذا أنا نحب نقول أنه نشكركم أنتم كقناة الزيتونة وبرنامج الجمعية على المبادرة الطيبة اللي قمت بها توا من قرابة الشهر يذر لي سي عدنان الالتفاتة الاجتماعية والإنسانية اللي تقوم بها يعني للرياضيين القدامى اللي أعطاوا لتونس كانوا أحياء أو أموات ونقول أن الناس هذوما أعطاوا لتونس لكن فما شكون اللي يخمم على مستقبله وفما شكون يعني في غمار يعني عطاء للبلاد هذية انسى مستقبله ولقى روحه هو وعائلته في وقت من الأوقات محتاج نقول الكلمة هذه عنتر قيمين نقولها محتاج فأحنا كتوانسة وكمسؤولين وكعائلة الرياضة وحتى كمجتمع تونسي من دورنا ومن واجبنا باش نقفوا مع الناس هذوما اللي عطاوا لتونس واللي ضيعوا مستقبلهم كانوا يقرأوا ولا يخدموا
يعني جراء التمارين وجراء رفع الراية الوطنية. فأقل شيء نقوم به هو الوقوف إلى جانب الناس هذوما اللي أعطاه نقولنا مرة أخرى وأعطاه برشا تونس. بارك الله فيك سعدنا. بارك الله فيك. عادي سي هاني. سي هاني أنا كيفاش عرفت المرحوم علي الغالي؟ والله خونا علي المرحوم نعرفوه حتى كنا صغار، كنا احنا نجيو نتفرجوا باش نشوفوا عليه ومريم كيفاش يترناو. معناتها احنا كنا صغار برشا، معناتها وقت نتبعوهم وقت نتبعوهم كان في لونترمون. وانا دوبا ما قال لي سي العياري على المبادره هذه كنت قلت له معناتها جاي معناتها وان شاء الله نكون انا نمثل السباحين القدامى. واحنا كما قلت غدوه كان عشنا عندنا مانيفيستاسيون الماسترز باش نتقابلوا السباحين كلنا غاديكا وبدينا فما اتصالات ما بينات بعضنا وان شاء الله بقدره ربي معناتها باش فما شكون في باله بالوضعيه. وتحسرنا برشا ما حسينا برشا خاطر في الجنازه كنا حاضرين زاد كيف تألمنا برشا معناتها كان جيت وصورت وراه تشوفوا السباحين القدامى كانوا حاضرين معناتها خونا الكبير بالحق خونا الكبير كنا معناتها نقربوا له بشويه كاين واحد معناتها ماذا به يكلمنا وينصحنا ونقول الله يرحمه وان شاء الله بقدره ربي نعاود نقولها السباحين القدامى وان شاء الله الجامعه وكل الرياضيين يقفوا وقفه صحيحه مع العائله هذه مع زوجته وبنته واخوه وكل شيء باش نقفوا وقفه صحيحه باش العائله هذه تخرج من المأزق هذا. سامحني عندي اضافه ما يخص كوزاره الشباب والرياضه والسلطة المعنية بالرياضة. احنا عندنا مشروع حاليا يعني بيصدد الانجاز ان شاء الله اضافة الى خطط المنشطين الرياضيين وسيونس في وقته يعني شرف على الملف هذايا. فما مشروع انه الاحداث ودادية قدماء رياضيين. الودادية هذه اللي من شأنها باش تكون السند الاول للرياضيين القدامى كما كنت نحكي قبيلة وإن شاء الله تشوف النور في أقرب وقت ممكن وتتولي مفاعلة لخدمة الرياضيين اللي عطاوا لتونس. إن شاء الله عايشك سيريات بارك الله فيك. تو نرجع الكلمة هذه معناها متاع السوسيال الله يرحمه أي معناها سي هاني قلتها أنا مرة أخرى وكتبتها في البروفيل متاع سي توفيق أي الله يرحمه ما اليوم عائلته محتاجة معناها اليوم فما ناس ميسورين في السباحة ما الناس تبارك الله عليهم مليارديرات. الراجل اللي أنت قلت نهار توفى علي الغربي نهار توفى علي الغربي كالكبار السباحة التونسية كلها معناها كانت مشات هي معناها صفحة من التاريخ متاع السباحة التونسية مشات. تو نرجع معناها الكوتي هذا سي توفيق حكي لنا ساعه على الفينومين هذا علي الغربي تبارك الله معناها الفيزيونومي والبدن كما قلت لك الباتمون اللي ما خطفوش الامريكان ما فهمتش كيفاش. قلت لك علي كان عنده ميزه امتياز عن بقيه الرياضيين في تونس. طبعا انا القمودي خاطر انا بالنسبه لي انا ريفيرونس ليجوند تونيزيان عندك محمد القمودي مش خطره خذا بداليه ذهبيه الكاليتي اللي عنده ما شاء الله في لونديرونس وعلي الغربي مريم ميزوني هذوما الناس اللي ريفيرونس. علي الغربي كانت عنده خاصيه الجماعه اللي امريكا وقت الوقات حبوا يهزوا امريكا دي معلومه يمكن للعائله في بالها بها الكاليتي القوى عندي يعني كيمشي غادي يقى خاطر علي الغربي تونسي وتربى في تونس يعني صنع محلي تربى في تونس ترانا في تونس ما خرجش خارج تونس. لكن هذا رغم الفنيين اللي جاوا لتونس وشافوه فك القيمه هذيك فك القيمه البدنيه وربي اعطاه طاقه نوويه كبيره ياسر كان يهزوا معاه من امريكا راهو في الالعاب الاولمبيه راهو يمثل يمكن الدراب وامريكا مش دراب تونسي لكن هو قعد دافع على الرايه التونسيه وهاو الجزاء نتاعو يكون خير من هكا الجزاء نتاع علي الغربي ما يكونش في الحاله اللي احنا فيها توا شوف فيها توا. علي الغربي كان يمتاز كما قلت سي عدنان عنده دي سيري دو باتمون يعملهم ما شاء الله عليه يعني اكسترا اوردينير كي ترى الباتمون نتاعو. انا عشت علي الغربي شفته ياخذ وليدات صغار في النادي الافريقي وياخذ لهم الساقين نتاعهم يعني شيل الشوفي ويبدا يمطط فيها تمطيط يقول لهم هذاك الموتور نتاعكم اذا كان ما بداش به الموتور نتاعكم ما تنجحوش كما انا نجحت كان بالموتور نتاعي الله يرحمه نتذكرها منيح الوالدي سامي الوالدي وكذلك الوالدي يعني يطلع لهم فك الشوفي ويمطط فيها سي يونس يقول لهم هذيك هي هذيك الموتور نتاع السباحه. كانت عنده خاصيه وكانت عنده خاصيه اخرى كونه عنده خاصيه اجتماعيه وذكرها سي عزيز كونه اللي مكتوب لبرا يبدا ياخذ حتى بريم عن سي فؤاد يخرج لبرا في هذه الشكل يلقاو صحابه يستناو في علي وعلي تلمو يحب صحابه وصحابه يحبوه ويقول لك هذاك بطل استفادوا من علي الغربي صحابه بصراحه نقول لكم استفادوا منه لان كان عنده اسم. الميديا المذهبيه الميديا كما زيتونه بارك الله فيها علي الغربي تنسيها على الميديا بالنسبه لهم فما صحيح عندنا بطل اولمبي بطل عالمي هذا ما فيش حتى شك
أسامة ملولي، لكن عنا جيل قبل العائلة أسامة ملولي يجب أن نفكروه مش علي بركة، عنا سلوى أبا ربي يشفيها هذا كيف كيف من جيل العائلة الغربي، برشا ناس اللي يزمون متوى لهوة وعناية، ونعرف سلطة إشراف مش تبخل بهذا. إن شاء الله اللجنة الأولمبية اللي عندها موارد مالية وسيونس يعرف أكثر مني أنا يعني يقف على الناس هذوما، ما شاء الله بالبنية مازال كيما هذه البحذان هي النوارة متاع العائلة، مفروض تقع حظها في الشغل، هذا مش بصعب ومش بعصير على الناس نجم يقوي إمكانية كما هكذا. لما لا مراجعة الرتريت عليه خلت في وقت مؤقت كانت نوع معين توا ظروفه للصعيبة وكل شيء زيت بينا زاد حتى مراجعة البريم هذه، هذا ناقش نقدر نقول الموضوع هذا إن شاء الله. الزيارة هذه بداية ما نقولش نهاية، نقول تقول بداية لفتح الأبواب إن شاء الله، وإن شاء الله الخير جيد بالحصة هذه إن شاء الله الناس كل يتفرجوا فيها، وإن شاء الله تعطي الأكل متاعها إن شاء الله. باهي التوفيق، خلي الساعة بنت علي تقدم روحها هي وسير البلان حتى معناها علميا. باهي في الحقيقة أنا أول مرة نعمل انترفيو ما غير بابا، دونك حاجة قوية برشا نحس فيها من داخل، سيختو معناتها نعرفش تفكرت برشا حاجات ونتفكر معناتها كيفاش كانوا الناس كل ديما ملمومين بيه ويجيوه ومعناتها واسمه معناتها ناس كل كيما قال هو معناتها ناس كل معناتها سي توفيق معناتها كيفاش معناتها علي الغربي معناتها خدم اسمه خدم برشا عبيد. اما في الحقيقه من بعد كي توفى ما فما حتى حد، انا ماما وقت اللي جيتني قالت لي لو فما شكون اتصل بيا ويحب يعمل انترفيو في الدار معناتها باش يجينا، في الحقيقه ما صدقتش خاطر اسختها ماما معناتها نسيت لي العبيد مازالوا يتفكروا علي الغربي بالحق، خاطر بالنسبه لي معناتها بالنسبه لي انا بالنسبه للناس كل معناتها للعالم الكل هو تاريخ سباحه تونسيه معناتها حاجه ما تتنساش، اسختها ماما تنسيت، دونك انا مش نلوم على حتى حد راو. اما الدار هذا محلوله للناس كل، كانوا نجموا يكونوا معناتها ماناش معناتها احنا نطالبوا بحاجه معناتها بفلوس ولا كانت نجم تكون مورال معناها حاجه معناتها من المورال، يجينا عبد يفكرنا فيه معناتها حتى اصحابه حتى اللي ما يعرفنيش حتى اللي يعرفنا معناتها، فما عبيد تفكرونا شويه من الاول من بعد تنسي معناتها علي الغربي، مش لازم نحكيوا عليا انا وماما نحكي على اخويا ولا على دارنا، اسمه حتى في الميديا كيما معناتها يقولوا جماعة الكل بالحق ما عادش موجود، فما برشا عبيد لقين حظهم قبل وتوا، توا بالفلوس معناتها ماديا الناس كل متحسنة معناتها خطر الاسبر قاعدين يخدموا فيه معناتها العبيد وقاعدين تدا معناتها ياخذوا في ريكومبونس معناتها من الوزارة من الدولة من برشا. علي الغربي معناتها خدم تونس في وقته ما خذي شيء، خذي حاجات دي ميداي هو جابهم لتونس ومعناتها كيما قال سي توفيق دي زيشانتيون هذوما معناتها وتصور هذوما زاد معناتها حكايه فارغه بالنسبه معناتها لتاريخ هو الكبير. اما في الحقيقه وقتها مازال معناتها في تاريخه هو في عمره هو ما عوضلوش معناتها ما عطاهوش حتى وقت المرض، وقتها جاوا للدار وصوروا وكان تعب برشا الحقيقه با في وقتها في معناتها بالكدا وحتى الدوله معناتها جاوا صوروا وتفكروا اما ما عملوا حتى شيء معناتها غير ما يعملوا في حتى شيء. حتى توا احنا مانيش طالبين معناتها بفلوسك هاو معناتها مانيش نطالب معناتها مانيش مديني دينا معناتها مانيش الحمد لله يا ربي معناها، اما مغالما الحقيقه واحد كي يبدا ابوه معناتها بطل معناتها تاريخي وكل شيء ويتنسى يحسها كمان معناها ماما وانا وخويا معناها اخويا مريض ومرض معناتها كي هو تعب نفسانيا معناتها تعب نفسانيا وقت اللي مرض زاد مرض بابا وقت اللي سيختو معناتها بابا حي وصاروا له مشاكل وتعذب معناتها برشا، دونك احنا ناس كره ومن قبل معناتها نعانيو نفسانيا لين بشوية 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 واحد تعب سيختو كي نساوه معناتها سيختو بعد معناتها بعد ما توفى، دونك احنا نزيدو نتبعو على الاخر معناتها. في الحقيقة انا نشكرهم برشا معناتها توا اللي تفكروه خاطر الحقيقة ما كنتش متصورة معناها نهار باش يجيب معناتها باش يتفكروا علي الغربي الحقيقة. انا قريت عملت اغي ميتي سبيسياليتي ديزاين غرافيك بون خدمت اما ما فماش خدم معناتها اللي فريمون معناتها في معناتها ما فماش حاجه معناتها المستوى اللي قريته انا معناها.
كما تقول التربية متاع علي الغربي ما تخليش ناس تمد يديها، لكن نحن هنا واجب علينا كعائلة رياضية باش نخموا في المأساة متاع العائلة هذه. هما ما يقولوش شيء تو تروه انتوما وحدكم، أنا هما ما همش مستحقين وما همش يوم اللي باش يمدوا يديهم، نحن الواجب متاعنا باش نعاونوهم. لا يسألون الناس الحافة معناها و... يسيبوا بالجاهلون أغنياء من التعصب. في الحقيقه من الاول معناتها من الاول قالوا لنا مشيو وطالبوا بحقكم وبوكم وكل شيء، ما احنا ما مشيناش معناتها بدات تقتير منا نحنا ولا نحنا عنا منا، مش حكيت خشمره، اما فما حاجه تمنعك معناتها كي واحد يتفكروه والله صحه، اما باش تمشي تمد يدك تقول بربي فلان الفلاني خاطر عملوا احنا فما حاجه وقتي فما الناس شادين الصف معناها ويجيو في الوزاره ما يخليوش الناس تخدم ويطلبوا في مئات الملايين ويتكلفوا مليارات على الدوله التونسيه في العام، وعلي الغربي ما خذا حتى شيء. معناها انا نعرف شنو نقول، معناها واجب باش تتعاونوا، واو سي رياض معناها تبارك الله عليه وخدمه يخدم فيها كبيره، ومعناها الوزاره نتاعنا قاعده تخدم معناها الحقيقه، وفما وعود ونعرف شنو كي نتكلم نعرف شنو المصداقيه نتاع الناس هذوما في الوزاره نتاعنا الكوادر كل، وسيد الوزير معناها سي صابر اللي الميساج تقريبا تعدلوا. نخليك انت مدام تتكلم، معناها ربما ساعد ذكرنا شويه تعطينا شويه فرحه كيفاش كان التاريخ نتاع علي، كيفاش فرحت معاه، كيفاش عشت معاه كل الفرحات، ومن بعد نتعداو للوضعيه. عايشك. مرحبا بكم. والله انا فرحانه كي كلمني سي توفيق ومعناها واتصل بيا وقال لي راهو باش نجي نعملوا جورني لعلي الغربي، معني باش نذكروا وتحضرنا لي ميداي، ومعني نحبوا ونفرحوا نعملوا له جورني. تفاجأت انا كيفاش معناها فرحت برشا، قلت معناها يعطي الصحة يعطيهم الصحة وكل. كان علي كان ياسر وطني، وكان ياسر وطني على الاخر، كان معناها كلي يقول انا دمي احمر وابيض تونس. انا يقول لي معناه يبدا يحكي ساعات انا نقعد بيته تحسوا وطني، هو وطني. انا نحكي لكم معناها كلي باش ندخل حكايه في حكايه، هو وقت لي تعب وكا وفي غيبوبه، ومعناها وكلي وقتها في معناه في المرض نتاعو على الاخر، وقاعد وتلعب تونس وتلعب اي مع بلاد اخرى، تونس خاسره معناها تونس خاسره، وهو مش فاهم وقتها في غيبوبه معناها كلي يهز في دي ويعمل تونس رابحه تونس رابحه تونس رابحه. انا قعدت نغزر له هو كلي ماني داخل بعضه ديما ولا مثلا يراك حاجه حمراء وبيضه ولا حاجه يقول لي انا يا ليلى انا تونسي انا تونس انا نحب تونس انا ياسر على الاخر زاده والله مش معناها هذه يقول كان معناتها كان الناس كل تحب تونس، توا ضربوا تونس يطلع حتى كنا نلعبوا البيس، مش لازم معناتها حتى معناتها بسبار ولا فهمت، معناتها تونس تلما تونس وطنيه معناتها فيه، يقول معناتها ضربوا نتاع تونس نطلعوا حتى كنا نلعبوا البيس، معناتها كان كل واحد معناتها جاي يخمم معناها فهمت. ومدام كان صاحب نكتة برشا صاحب نكتة. اسمعني، هو توا ولدي مريض، معناه ولدي مريض ومعناه وكلمة تحسوا ساعات تجي دقيقة ويرجع في هكا، خاطر ولدي كان تأثر بوه برشا بيس معناه كلمة متعلق به كده. توا ريتني أنا ولدي مدو قاعدين وحدنا يبدأ يحكي لي كان عنه كالتعلي، يبدأ يقول لي تفكر علي هكا تفكر علي، معناه ياسر صاحب نكتة، هو في الدخلة والخارجة حتى مغشش حتى منرفز يقول النكتة يقولها تخرج كيكة من فمه. اي والله عندي صارت النكته مع اللي نعرفها بلي سمحت تقولوا بها. نهار هبط في الجريده قال نحن واخذين شيء فريق قومي يتكلم على فريق قومي منتخب وشيء وسباحه مش لاهين بها وكذا، وسي فؤاد وقت وزير يهز يكلم سي فؤاد يكلم سي محمود شحاته تو تجيبوا لي علي الغربي، شكون يجيبوا علي الغربي هز تليفون كلم منصف الشريف تو تجيب لي علي الغربي، تو سي فؤاد دون تو سي زيتها سموس في هذه الكريمه نتاعو يجي للدار هنا يلوج عليه، قالوا لا مش هنا خرج ومشى للسينما، قال ندخل السينما يا علي نعم سي منصف نعم يتكلم هكا باللي عنده شويه نعم سي منصف ايش هنا، قالوا شنو الحال اللي عملته سي فؤاد، قال لك تو تجيني
وشنو امشي معايا. قلت له امشي معايا. قال دخلنا الكلوار تاع الوزاره هذه شاكر. قال استنى استنى استنى. دخل التواليت حمر عينيه هكا حكم منيح حكم حكم منيح حمر ومنيح ودخل. قال قاعد نغزل وين دخل. قال لك ودخل والدموع هبطت يا سي فؤاد ويا سي فؤاد وهكذا فعلي هكا عليه يعني وصل عليه النكته نتاعو صح. عنده شخصيه فذة عليه راهو اللي عاشر وخسر المدربين تو سي منصف ولا سي محمد ولا سي عبد القادر الله يرحمه عبد القادر عاشور عندهم عشية على عليه. حتى حبيب السكن يحكي لي حكايات يعني هذوما يلزمهم تكونوا يتأرخوا. انا ماذا بيا يتأرخ التاريخ الجيل هذا يلزم يعرفوا الناس سواء على طريق التلفزيون عن طريق الجرايد ولا يؤلف مؤلف على الابطال الافذاذ. ناخذ محمد جامود يكون شابيتر ناخذ علي الغربي يكون شابيتر. ناس كيما ذوما يلزم يكون كيما الريسبونسابل نتاعنا مش بحذايا سي يونس ليجوند نتاعنا المسؤولين. دونك الفرصه هذه ان شاء الله الاخرين يكونوا يتفرجوا فيها. الفيسبوك باش يخدم مع روحه الفتره هذه وتهنئوا في الفتره هذه الفيسبوك باش يخدم مع روحه. وان شاء الله نحن البدر هذه نحن من اجتهد واصاب فاجران نحن نحاولوا قدر المستطاع وان شاء الله ايميدياتمون عاجلا وليس اجلا تحل البيبان ان شاء الله ومش مزيه كما قال اخويا عدنان لانه يستاهل الخير هذايا وانتم تستاهلوا كل شيء. مره مشينا العرس في الثمانينات في عام 83 مشينا العرس في جنينه وفيها بيسين قاعدين العباد معناها عرس والعروسه موجوده والعباد كل قاعدين في 83 معناها في 83 معناها كان على مازال هو كي يبطل السباحه احنا قاعدين والفرقه معناها لعبت شيخه وكل جاء في نص هكا السهريه وقاعدين نخزر له العروس واقف هو يعمل هكا يدزه بكسوته بحويجه في البيسين بعطاها ما فما في البيسين وبعديك تلفت كير بديت العباد تدس في بعضها حتى من العروسه دزوها في البيسين بروبتها وشي من بعد فما راجل فما معناها زوز فما الناس ما تعرفش تعوم فهمت راسلت له ينقص في العباد ويهز فيهم منه ويعملوا فك بوشا بوش ويخرج فيهم وحسيله ما عادش فما عرس ما عادش فما عرس هو يضحك هو يضحك وين 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 انا بيته في الشيء اللي يعمل فيه فهمتي يضحك 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 ويمنع في العبي وليمون قلته مشيت في الماء ولي برستته مشيت في الماء هو ما يعطيك علي يجبك علي يسر يسر وعنده كما قال سي توفيق عنده الدك وعنده دك عنده دك مش نورمال يدكك برشا حتى يخرج العبد من سينته بالحق راه ويجي نقول لك وبعد انت معناها كي تبدا تتنرفز وتبدا وكل بدا يضحك ويخليك ويخرج بارك الله فيك. سي يونس خلي لك على كل حال يظهر لي الميساج وصل خلي لك نقول وقلت قلت لكم من الاول حتى ناحية رياضيه بعد ما قالوا بعد ما قالوا سي رياض الحاجه اللي نعمل نداء واحنا بكلنا مع بعضنا مادام واحد على قيد الحياه الحمد لله يا رب يا ربي فضلك يا سي يونس وانت تبارك الله عليك في المبادرات هذه انت الاول هذه انا خلاف لي فما برشا ما يعرفوش التاريخ كل شيء انا اهتميت بالرياضات الكل مغروم بالرياضات الكل علي نعرف حق المعرفة وتقابلت معها وديما كيف إيران يجي وينكز ويبوس مع الأسف الفترة متاعه الباهي العزيزة هكية 75-77 أنا غدرت تونس مشيت في مهنتي مشيت لفرنسا لكن عمري ما كنت نتصور عمري ما كنت نتصور بطل قلت لك خذاه هو المشعل على القمودي باش ضربوا تونس يترفع في البطولات الأفريقية في الألعاب المتوسطية يوصل للحالة هذه اللي قلته بكري معمول ياسر أنا راني متأثر ياسر لأن حتى في حياتي حكيت مع مدام بكري موجب أنا فون دي 23 نحس بخلاف هذايا كي نشوف أنا بطل كي هذا وتكلم عليه العالم أجمع والناس الكل ويحكي عليه كيفاش الأمريكان حبوا عليه وكذا في الحالة هذه ما هوش مقبول الكل. سي رياض قال لنا توا شنو اللي باش يعملوا إن شاء الله على أقرب وقت على أقرب وقت وأكثر من هيك نتوجه لسيد الوزير سي صابر اللي هو يعرف العائلة كيما يلزم في عقب سي تنكا بنقولها بالسور ستنكا ديورجنس سانكا ديورجونس. انا جي ابريسي الموقف نتاع اختك نتاع اختك اللي هي فما والبنيه زادها فما اللي نقولوه احنا هو الخشم هو الخشم
فما الناس عندهم خشم، فما ناس نهار كلهم يبداو يتلفنوا نهار كل والله لو كان تدبر ليك الحوجه وكذا وكذا. هذا من ناحيه السلطه الموجوده تو من ناحيتنا احنا الكل، اللي يلزم على اقرب وقت تتاخذ اجراءات باش تخرجوا ما الوضعيه هذه. انا اجي نقول لك والله انا اسمحني انا ذي نقولها علنا، يعطي الصحه لسي توفيق طلبني، انا كنت قاعده طلبني في التليفون قال لي باش نجيو نعملوا نهار العلي، معناها انا قعدت بيته معناها وقت اللي كلمني قعدت معناها قلت كيف تفكروا علي. انا بالمناسبه كنت نجم نمشي خاطر انا ربطني ولدي، ولدي مريض برشا معناها مريض اعصاب معناها امور نفسانيه ملي توفى بوه زاد دخل بعضه، انا معناها نعاني فيه ونقاسي فيه هذايا، معناها نجم نتكلم ونقول على خاطر ولد علي الغربي. ايش نقول لك، هو علي الغربي وقت اللي بل ما يموت وتعب ومرض برشا زاد ما لقاش راهو عينيك لي علي. انا حضرت معاه في السبيطار تاع تاع اي في السبيطار ميليتير. ايش نقول لك، معناها علي زاد مشي هكاك كايها الناس، فهمتني، معناها مش كايها الناس، ناس كلهم مرضى في السبيطار، اما فماش لهوة خاصه، فماش شكون اللي جات طلع عليه، فماش شكون اللي معناها هو بيدو حس هذيك وقت اللي مريض ويبدا قاعد غاديك. وايش نقول لك، هو علي اونتر بارونتيز شنو نقول لكم، علي راهو عنده سيروز دو فوا داكوردو، انا موافق، لكن علي مات بالقلب، قلبه اللي 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 معناها اللي عام بيه واللي تبارك الله عنده معناها الطاقه في طاقه ونفس قوي، هو مريض وعنده سيروز جوفه وكل، ويقوم الصباح المرضى اللي معاه يقول بدا يعمل في السبور هكا، هو قاوم المرض وصارع وبالنفس الطويل اللي عنده باهي، وتوفى علي معناها. وتوا ولدي الله يرحمه، وتوا ولدي نفس الحكايه اللي انا توا معناها نعاني بولدي مريض نفسانيا، ويجي نقول لك ورقدته في سبيطار منوبه 6 مرات معناها ما يلقاولوش حل، يهزوا يديهم يقولوا لي يا مدام، يجي نقول لك حاجه ما عندنا ما نعمل، يرقدوا لك ال 15 يوم ال 20 يوم بعدك شي يخرجوه لي، نقول لهم انا راني وحدي نعيش انا وياه وحدنا، فهمتني، معناها تبارك الله الطفل معناها 2 متر مصلي على النبي يبي 160 كيلو معناها، ايش نقول لك، ومريض ويشوف معناها الحراره باش توا يوصل بال 24 حربوشه، نرقد نعمل القطر باش يهدى شويه، يقوم لي يقوم نلقى الموت انا والموت. وش نقول لك، حتى في المركز هونيه في الكرم يعرفوا الدنيا كامله يعرفوا، خاطر وستين سميلو صغير كان يدور مع ابوه، فهمتني، وبالصدمه خديت انا معناها شو ما نقول لكمش، معناها ولدي لحمه مخيط في لحمي انا، ما يخلينيش معناها ما نخرجش ما نمشيش، ديما قاعده قدامه ديما يحكي على علي ديما يحكي على الذكريات، زاد دخل بعضه كي هزيته انا 6 مرات في 2012 رقدته في منوبه الطب، ما فهمتش انا الحقيقه، ما هاو زرقوا له هاو درا شنو، يخرجوا لي بعد 20 يوم يخرج هكا نهارين ثلاثه يبدا مبنج بالروبو يمشي ويجي، ومن بعد داك الشيء يرجع طفل صغير عمره 21 سنه يحب يعيش حياته يفهم، خاطر هو مش ما يفهمش راهو، هو يفهم فهمتني، يفهم ومزور ويتفكر وكل شيء. انا الحقيقه حاجه بركه اللي نحبها فهمتني، ولدي هذاك هو معناها اللي مطيحني، ولدي هو اللي ما خلانيش معناها نتحرك، ولدي اللي ما خلانيش نعمل حتى حاجه. انا نقول كنت نخدم في البلديه، معناها انا نخدم متوظفه في البلديه موظفه وكل، بطلت خدمتي على خاطره، شكون بيا مع الظروف توا معناها كلي على الاخر معناها واحد مش كيما قالت توا بنتي ولا استوفيق، كل الحمد لله، اما ما قاومتوش دوي وتبارك الله ومعناها وتبارك الله طفل في طنبك ودوي ومصاريف ودنيا. انا نقول لك حاجه، وندور وندور وندور، يقول لك من 3 تاع الصباح يقدر فارغه يقول لي علي، ديما يقول علي هو راه ديما، نخرج من 3 نخرج من 9 تاع لي 6 تاع الصباح وانا ندور وما نجم نعمل حتى خطوه، يقول لي ناكل نحب ناكل اعطيني نفطر ما كثرش، يقول اعطيني نفطر نقول له محمد انا ما طيبتش، يقول لي اعطيني نفطر، جاب ربي انا كلي معناها نقرا حسابي كل نبدا ما يفهمش ما يفهمش، اعطيني نفطر اعطيني نفطر فهمتني، اي معناها ما يخلينيش نقضي ما يخلينيش نطيب ما يخلينيش نعمل ما يخلينيش نتحرك ما يخلينيش، هذه معناها نعرف انا في السبيطار منو باش قالوا لي، قالوا شوف شكون معاك ويعيش معاك، شكون اللي باش تلقاه تو يا جماعه، هاو تو انا مثلا عمو يا اخي عمو لهي بيه هو تو
شنو يبي يخدم على روحه وبيدوش يلقط في خبز على روحه بي ما معني انا تعبت في جرت ولدي الحقيقه معني مرضى علي وعلي معني توفى ومشى من معني مشى على روح ذاك الله يرحمه عدى كاريره وكل وهاني توقع قاعده نغزر لولدي فهمتني ويحب معني مصروف ودنيا تبارك الله عمره 21 سنه يشوف الحرب شو يلزمه الماكله قولوا لي ترى والله تبارك الله ياكل خمسه مرات في النهار والله تو شكون ما يحبش يود ولده يعطيه وعز حاجه يعطيه له لك كتولي خمسه مرات مع واحد سامحوني باش نقول لكم يولي ما عادش ما عادش ينجم يسقي ويدي ودا يجري وما يتلفتش والله سامحوني يا جماعه سمح بالعكس هذه كانت كان كان واجب علينا باش نعطيوك اللي كنتي الكلمه انا ما حاش ايش نقول لكم ايش نقول لكم شو انا في الدنيا هذيا انا ما نحب حتى شيء شيء ما نحب في الدنيا زعما باش نعيش انا قد لي عشتو اما الاخر حتى كيف واحد ربي يتفكر ويمشي فهمتي الاخر يخليه في معناها في يتهنى عليا خاطر توا ذاك الانسان هذاك صدقني كان انا الوحيده توا نمشي هذيك نقول لك حاجه ما نعرفش شنو اللي باش يصير له انا والله باش نقول لكم حاجه انا اللي يعاونوا فيا توا معناها واللي ينحي ومشهاره وما بيدهم شهاره اخوتي شهاره وما بيدهم وقت ما يجي راس الشر ونخلص الكريه تاع الدار هذه اللي العباد الكل كل 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 اللي نمشي باش نكري من عنده برخص ومعناه قد على قد بنيتي انا ما يكريوليش على خاطر ولدي ما يكريوليش على خاطر ولدي يا ناس ما يكريوليش حتى لين جيت للدار هذه ب 600 الف كريتها فهمتي مولا الدار ناس مليح وناس طيبه ومعناها هو ما يسكنش يا عم احمد ربي يرحم والدي وجيراني زاد الكل نشكرهم فهمتي اللي حاملينه ما ثلاثه يعيط ما ساعتين يعيط يتربق البيبان يقول حاجات اللي معناها ما يقبلهمش المخ الناس ونيه العباد كل يحبوا يرقدوا في الليل انتم زاد في اللي تحبوا ترقدوا ترتاحوا مش غدوك تصبحوا تخدموا صحيح ولا لا كل انسان فهمت هما مستحملين يرحم والديهم فهمت اما مش حل ما هوش حل انا نحشم كيف ودا يسيح ولا حاجه ما نجمش حتى تسكتوا بوقي تحل من هنا للمركز بالله العظيم مره الاخرى مصلي على النبي اللي في المركز سمعوه سمعوه ما تجيك السينات فهمتني معناها انا ومعناها تصورني 600 الف هذوما مدخول قليل ونبدا راس الشهر هاو اخوتي هاو ذلك وتصورني نخلص الكري نمد سقايه ونجي رقد شهر كامل شنو كيفاش يتعدى راهو كيما قلتوا نتوما راهو الانسان الحمد لله انا كان ما جيتونيش نتوما وكلمني سي توفيق وراسك انت لنمشي وحامله القدر نتاعي معناها ذاك القدر عطاه لي ربي فهمتني وربي سبحانه هو اللي باش يرزقك راهو وربي سبحانه هو اللي باش يعطيك ما يعطيكش العبد راهو الله سبحانه هو اللي يسخر لك هو اللي يعطيك وانا مؤمنه برشا وشغل نحب ربي برشا وش نقول لك حاجه عندي ثقه في ربي اللي هو على ما نبدا ندعي باش يجيني نهار وربي باش يفرجها عليا وباش يخرجني من اللي انا فيه انا ولدي فهمتي وهو ابتلاء وانا راضيه بالابتلاء عطاه لي ربي اما ها وتبارك الله توكي كان مستفتخ ديما الانسان عنده امل انا يا ناس راني ما حاشي بحتى شيء حاشي مستقبل لولدي مستقبل لولدي حتى عليه وقت توفى كانت عنده رخصه عاطينها له يخدم بها باهي معناها كلي جاو ناس اخرين خداوها له شعنا فيهم باهي معناها حتى عليه كي مات فهمتني لطون اللي فكوها له هو تقهر بالقهر جات ناس معناها اقوى منه فكتها له بالقهر بدينوس مع المرض نتاعو مع معناها الغلب وقتك شيء كبير وشيء كبير عانيته في عليه هو معناها قبل بعامين وثلاث سنين وتوفى علي مقهور على رخصته وعلى دنيته وخلينا هكاكا فهمتني أيا نقول لكم حاجة ونقولها علنا صدقوني وقت اللي توفى علي والله 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 علي ما عندوش باش ما نكذبش 20 دينار 20 دينار كما توا عندي قال لي ليلى اللي تمشي موت قال لي ليلى قلت نعم قال لي جيب لي سيرو وهو يكح هذيك الروح اللي قاعده فهمتي مو يحب الحياه علي يحب الحياه راو معناها قلت لك الاخر دقيقه يقول لي جيب لي سيرو مفكره كما توا 12 ديسمبر توفى خرجت انا في ليلتها في الليل
بس عطيه ما ثلاثه تعليم مشيت فارماسي نتاع خيار الدين جبت له دبوزه سيرو هي ديك الروح انا ما فهمتهاش فهمتني ال 20 دينار شريت له منها دبوزه سيرو روحت حطيت الباقي وقسما عظما وقت اللي توفى لي دفنوه معناها نقولها اخوتي عندي خويا هذايا الكبير وخويا سامي عندي خويا رضا وخويا سامي هذوما اللي تول معناها موكب الدفن ودفنوه وكل حتى حد معناها ما بونجيو اللي جابينا قلتوا انتم وتلموا وكل لكن وقت اللي مت علي معناها ما مت علي جمله زاده قلت لك 20 دينار عائله مات ودفنوه الحمد لله معناه فما حتى كان ما دفنوش اخوتي دفنوه معناه اهل الخير وكل انا بطاله معناه وقتها في الكونجي سان سولد ولا هي بودي زاد مريض وكل وظروف على قد ملي هو حي وملي هو مريض عانى علي عن راهو يبدا يبكي راهو يبدا يبكي راهو يبدا يبكي يقول لي يا ليلى تنسيت انا كاني والله هكا والله 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 بدا نقول له ما يسالش علي عند ربي خير اجا نقول لك انت باش تمشي للجنه قول له انت بطل انت مجاهد يا علي انت 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 مجاهد انت انت معناها انت رفعت علم تونس انت مجاهد ما يسالش علي الدنيا الاخرى خير من الدنيا هذيا يبدا يبكي يبدا يبكي يبدا يبكي نبدا نسكت فيه مره نزلوا مرات مره نتنرفز نترى ولدي هكاكا مره وانا لكن اما في العام الاخراني العاد لا ينجم هو لا يمشي لا معناه يطلب هكا ولا يقابل يبشر العباد اللي يعرفهم باش يسوي لنا معناه وضعيتنا فهمتني تنسي بالمرة تنسي هاو دخل على السبيطار قايد برك الله يعرفوا في السبيطار ميليتير شو هاو دخل هاو خرج هاو دخل هاو خرج اجا نقول نهزوه في غيبوبه نجيب له الامبيلونس نهزوه مره والله 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 في الغيبوبه في سبيطار المونجيسلين معمول تلمو لي رامينو في اليورجانس محطوط دوب مفيق من الغيبوبه لبسوك الوحده البيضة مقطعه شكون جابهولي خرج لبرا ما يجري ما يحبش عليه الحصر وما يحبش حتى بالروح ها هذه قبل ما يموت بحكايه يمكن جمعه جمعتين اسمعني اسمعني نحى حوايجه معناه الوحده اللي لابسينها له البيضة حتى يرد في الدم ما يرد في الدم لبسوا وحده بيضة خرج للجنينه نتاع سبيطار المونجيسلين شد التاكسي يحكي لي التاكسي يقول له كي روح بيا روح بي قال لي التاكسي ما قلتوش انا قال لي علي الغربي هذاك قال لي جابهولي والله 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 الشيء مقطع من هنا والدم هابط ووحده تاع سيرو يقول لي يا ليلى ما حبش السبيطار شكون زيتوني للسبيطار هاني فقت لاباس لاباس لا جيب شكون ينحي لي لبر انا قاعد بحذاك وقت رفيق من الغيبوبه غزرني له انا قعدت بيته على علي شو تقول بعد يفيق يقول لي ويني انا يا ليلى ويني نقول له ميساج انا نبدا نهزلو في المورا نلقى من بعد كي نتلفت نقول اي بالحق للبوم هذايا مخبيتو عليا للبوم مخبيتو علي نحش نوريهولو وقت لي ساعات هكايا مثلا يتعدى ولا حاجه يراه هو البوم كبير احمر هك هكا للبوم هكا في الدار عندي نقولكش نقولك شيء معناته وقت لي راه وقت لي راه للبوم نحس يمشيلو ونحس يدخل بعضو يدخل بعضو على الاخر فهمتني حسها من داخل ويفضفض باكل توفى علي رحمه ربي سبحانه هو عند الله سبحانه تو قعدت العائله هذه بنت ولده فهمتني في معاناه قويه صغير. انا الحقيقه كي تحكيوا علي وكيفاش معناه وكان يعوم وكان تبارك الله معناه وجيب وكل فهمتني نقول ان شاء الله ما تكونش نهايته معناه ولده كيف هو والله 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 يا بارك الله فيك على كل حال سامحني ما خديناش سماح مساج ما خديناش خوه معناها حتى في كلمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فما واحد يقول له حمادي العلوي الله يرحمه ينعمه وكان متر نجار في سلام نطلعوا في فلوكا لي نبدا ماشي معاه نطلع به فوره شيرت برج بوكارنيل فوره 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 وندزه في البحر ونهرب بالفلوكه بالمقاتل بالمقاتل اللي نخش حط في قلبه بشويه 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 لين وصل بطل افريقيا في السباحه. هذا السر استاذ. هذا كانوا عيطوا له علي جاكوار. فما متر نجار عام لا فما زوز بوليسيه عوان هما يلعبوا بالكره قدام دارنا. جا البوليس قال له اعمل لي اعطيني الكره. شد علي خويا وشاطها في البحر.
عايز مات النجار قال وقت علي خلطت خلطت لي عليه علي يضرب له ضربتين وطلع فورا القدام. والسلام عليكم. معناها متر نجار يحب يخلط على علي الغربي يظهر لي معناها ما يعرفش شكون اللي قدامه. معناها سي توفيق حاجه واحده حبيت علي الغربي كيفاش ما وصلش جو اولمبيك ولا مشى دومي فينال اولمبيك. معناها الموضوع هذا كونه نحن امور سياسيه دخلت فيها امور سياسيه سياسي عارف الموضوع هذا لابارتيد هذيك نتاع افريقيا ديليغاسيون افريكان الكل مروحوا وعلي على ابواب الدخول لنهايات الاولمبيه. مش تعرف في بالكم اللي علي كان مؤهل لدخول العاب الاولمبيه من باب الكبير 76 فهمتني. دونك اش معناها؟ معناها علي عنده امكانيات يكون بطل بطل تونس ما فيش كلام هذاك انكونتيستابل بطل العرب بطل افريقيا بطل البحر المتوسط ولي ملاك كانت عنده فرصه باش يدخل الفينال. شكون وقتها في الدوسون هو؟ دوسون مع عوامة كبار في الايبوك هذوك ستو لي كنديان كل دي ناجور دو فالور وكان الوقت نتاعو كان من برمي لي ميور يكون كلاسي ديزيام دوزيام عالمي الوقت هذاك بتاع دوسون كرول. حتى ال 400 كيف كيف ربح في الجزائر 75 ربح لو ميور ناجور فرونسي اون 4-0 كان ذكرها مليح اوروبيان هاكي تذكر سبحان الله ربح ان اوروبيان في الجي وقتها ميشيل جيزي يقول لي الو لو سول كي نوزا باتيو سي فوتر علي غربي يعني يعرفوه ان شاء الله يقعد هالتاريخ هذا في ذاكره الناس ويتحبسوا ويحسوا اللي حسيناه نحن اليوم قد شيء ما يتوصفش. هذاك شو نقول لك اهو مناش كان شكون عنده يحب سيهاني ولا سيريات حب شقول كلمه اخر كلمه باش نقولها معناتها ان شاء الله الميسيون هذه يشوفوها معناتها ان شاء الله الميسيون هذه يشوفوها الرياضيين الكل معناتها في الحاجه السباحين القدامى خاطر جدد معناتها الاكثريه كما نقولوا يعرفوا اسامه ما نكذبش عليكم مي التاريخ نتاعنا معناتها احنا الصغار اللي تسمى صغير تو 48 سنه فهمت مي اللي نعرفوا احنا علي وكل شيء ان شاء الله وهذا وعد ان شاء الله السباحين القدامى الكل باش نلتفوا وش نعملوا بادره ما نحبش نقول عليها مي بقدره ربي خاطر اللي يشوف الميسيون هذيا معناتها واحد قلبه يوجع معناتها فهمت على المدام على بنته على ولده. تفضل. انا توريت معناها هذيا اللمه الحلوه لمه حلوه برشا معناها وكلي مرحبا بيكم وكنت راني قديش انا فرحانه والله بيكم كل قلت معناها القعده هذيا باش انا قعدت معاكم ونجمت نحكي ونجمت به حضرت خويا لولدي حضرت ثلاثة من الناس لولدي وشاقل معناه وشو هو إنسان كي تراه بالله كي تراه معناه ما تقولش هذي إنسان مريض تبارك الله معناه كي تراه برشا ناس ما يجيبوهاش فيه اللي هو مريض يغلطوا فيه معناه مش كني معناه إنسان كمعاق ولا إنسان كي يقعد تقول معناه إنسان عادي يبدأ عاتك كل وهرة وهرت معناه هو أزين من علي الله يرحمه فهمتي أزين منه بركلا قبري وهرة وكل فهمتي باش مشيو تشوفوه يلزمكم اي بالدواء شربتوا الدواء وزدتوا على الدواء زدتوا سير... حاجات اخرين باش ينجم يرضى سي رياض مناش كان تحب تقول كلمه ولا سي عدنان بعد اللي عشناه اليوم في البرنامج هذا واللمه الحلوه كما قالت زوجة مرحوم ما عنديش حتى كلمة نظيفة أبار يعني إحساسنا بالواجب وقيامنا يعني بالمطلوب منا وإن شاء الله يعني في آخر وقت ممكن نقف على وضعية عائلة مرحوم علي الغربي إن شاء الله سي رياض على كل حال ماش كان سي حتى سي يونس يمو من الجمش معناه من الجمش يتكلم اليوم شفته معناها ينوتر إيماج دي سبور وكاو على خير. يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب الحب فرح الناس يا ويلو ما بيحب خلق ان شاء الله الفيتير هذا كما اثر فينا نحن مباشره في دار المرحوم علي الغربي ان شاء الله الاخوين الكل يتفرجوا في الفيتير الليله خذوا انطباع ما كانش يصوروا في بالهم على الحاله الاجتماعيه اللي رناها الليله هذه فرصه باش نعلن غدوه ان شاء الله هناك فما التميم استيات على الوتر بولو وان شاء الله غدوه يكون رد الفعل اللاعبين القدامى والسباحين القدامى على هذا الفيتير يكون ايجابي وهذا امل كبير امل لكل الناس كون العائله دي لازم ننقذوها لان يعني علي الغربي هو ابن تونس
عطاء كثير تونس ما يسالش الحاله هذه نحن فيها. مع الشكر. الحب فرح الناس يا ويلو اللي ما بيحب.